تمام. طيب، السلام عليكم يا شباب، تحية طيبة لكل السودانيين داخل وخارج أرض الوطن، تحية بتاعت حب واحترام. معليش للتأخير عن زمن اللايف، لأنه كان في برضو أحد الناشطين كان بيتكلم عن نفس الموضوع اللي أنا كنت بتكلم فيه، فبس كان عشان تعم الفائدة وعشان يعني يقدر يوصل المعلومة بتاعته أنا تأخرت إنه اللايف بتاعي شوية. عموما هنتكلم عن بعض النقاط في الوثيقة التي تم توقيعها بينه والحرية والتغيير والمجلس العسكري. هل هي اتفاقية فعلا وحقيقة ستؤدي إلى تحقيق السلام العادل، ستؤدي إلى إنه نحن نبدأ فترة جديدة أو مرحلة جديدة رغم التضحيات ورغم الدماء التي الرماء الطاهرة التي سفكت؟ لا سوري يا شباب، سوري يا شباب، رغم الدماء عن أسف يا شباب، ورغم الدماء الطاهرة التي سفكت، هل ستؤدي إلى أن الدماء الطاهرة دي فعلا المطالب بتاعتها تتحقق؟ وهل فعلا نحن أصغطنا النظام بتاع عمر البشير؟ وهل فعلا أنه نحن حنبدأ تفكيك الدولة العميقة، ولا دي كلها آمال أو دي كلها أحلام؟ وهل فعلا أنه المفروض نحن نطلع ونحتفل ونفرح بانه خلاص حققنا المطالب بتاعتنا؟ دي كلها نقاط حنتداولها بناء على الوثيقه اللي هي طلعوها الليله جزء من قوى الحريه والتغيير، ولحد الفتره من يوم السبت الزول ما كان حابب يطلع انه يتكلم، زول حابب انه ما كان حابب انه يطلع يتكلم عن الوثيقه هل هي ستؤدي ولا لا، لانه ما كانت في وثيقه الزول قدامه يتكلم بناء على الوثيقة الدستورية اللي كان المفروض يطلعوها هو الحرية والتغيير. قبل ما يا شباب انه ابدا الكلام بتاعي ده، قبل ما ابدا اتكلم عن الوثيقة، في نقاط لابد انه اتكلم عنها ونقاط لابد انه انا اتطرق ليها، عشان انت لما تفهم يعني ابدا لك بالمقدمة التاريخية دي، هي مقدمة تاريخية، هي مقدمة بسيطة، لما ابدا لك بالمقدمة التاريخية دي انت في نهاية كلامي حتعرف منو من القوى السياسية اللي هو كان سريع انه يوقع الاتفاق ده، اذا هو اتفاق صحيح ولا اتفاق له. تمام، كل الناس القاعدة هنا وكل الناس المتابعة سمعت بمصطلح اسمه مصطلح الهبوط الناعم. اي زول بتابعني هنا مصطلح الهبوط الناعم ده قبل كده خش راسك او قبل كده مر عليك، بس مقدمة بسيطة في لا يتجاوز عن 5 دقائق ساقدم لك المصطلح بتاع الهبوط الناعم. يا جماعة ده مصطلح بدأ له 5 سنة او له 6 سنة، كان في مصطلح اسمه الهبوط الناعم او التسوية السياسية لو انت بتحب انك تقول انه دي تسوية سياسية، او هبوط ناعم او خيانة لو انت شوية كده ما داير تراعي للطرف الثاني. خيانة يعني تسوية، تنازل عن دماء ناس، هبوط ناعم معناته هبوط بمطالب الشعب، هبوط باحلام الشعب، زي الطيارة، الطيارة لما تكون طايرة بتنزل بتعمل لاندنج بالراحة كده، انت ما بتحس بالهزة بتاعتها، ده اسمه الهبوط الناعم. الهبوط الناعم بمصطلح بسيط يعني شو؟ يعني الوصول إلى تسوية سياسية، تسوية سياسية عبر الحل السلمي، ده المصطلح بتاع الهبوط الناعم، إنك تصل إلى تسوية سياسية تتشارك مع النظام، تتشارك مع عمر البشير، تتشارك مع الجن الأحمر، تتشارك مع قاتل، ده المصطلح بتاع الهبوط الناعم أو التسوية السياسية. المصطلح بتاع الهبوط الناعم ده عنده قادة متبنيين الفكرة دي، متبنيين الفكرة دي، يعني في ناس متبنيين الفكرة دي. القائد الأول لفكرة الهبوط الناعم هو الإمام الصادق المهدي، هو كان يصرح بناء على بيصرح في الوسائل إنه الهبوط الناعم، وكان هو متبني الفكرة بتاعت الهبوط الناعم، وحصلت لغاءات كبيرة جدا بين النظام بتاع عمر البشير والصادق المهدي لما كان قاعد وين؟ قاعد في القاهرة. حتى بداية الثورة السودانية، لما الثورة السودانية دي بدت كانوا الناس ماشيين في المشروع بتاع الهبوط الناعم بتاعهم ده، لقاءاتهم في اديس ابابا وكده. الصادق المهدي شاف منه من الاحزاب السياسيه اللي حواليه اللي هو مقتنع بالتسويه السياسيه او الشراكه السياسيه، او يا عمر البشير خلينا نكون معك نتشارك الحكم بتاع السودان. الصادق المهدي مشى كون وشاف من الاحزاب القريبه له، وهي كون حالي اسمها نداء السودان. كل المكونات بتاعت نداء السودان، المكونات الجوه دي مكونات بتاعت تسويه سياسيه. والصادق المهدي لما فتشها فات شاف منو كان قبل كده النائب او في حضن عمر البشير، جابه خدته معاه، شاف منو مثلا من الحركات المسلحه، هي حركات من خلفيه اسلاميه ما عندها مشكله، جابوا خدتهم مع بعض، بقت حاجه اسمها
نداء السودان. ومن الأحزاب دي حزب الآن على صفحة تجمع دغلة سقوط الشهيد نترحم على أرواح الشهداء، لو الخبر بتاعك ده صحيح. برضو من حزب الأمة في حزب المؤتمر السوداني، لسه انتوا شايفينه ظاهرين الأيام دي عاملين شو إعلامي لتلميع القيادات بتاعتهم. مثلا حزب المؤتمر السوداني على لسان الدقير في الصحف السودانية قبل ما تكون في ثورة، قبل ما المواطن ده يطلع، قبل ما إنه المواطن يطلع، كانوا المواطن ده ما بيطلع، ده فهمهم هي وفهمهم كده. الجيل بتاع السيستم ده والله ما بيطلع، الجيل المفل في الشعب ده نهائي ما بيطلع، ما كانوا خاتين اعتبارهم انه المواطن قد يطلع ويعمل ثورة، ما كانوا خاتين البال ده في بالهم. الدقير في الصحف السودانية الكلام ده قبل الثورة بيقول في الصحف انه التسوية ما كعبه، يعني التسوية لو نحن لقينا تسوية مع النظام ده ما كعبه، ده الفهم بتاع الدقير. نور الدين صلاح الدين، نور الدين صلاح الدين ده زول قيادي بحزب المؤتمر السوداني، شوف بيقول شنو؟ بيقول نرحب بالحوار السياسي، نرحب بأي حوار سياسي يقود إلى الحل. التسوية عبر الحوار أهم ضمانات لمعالجة الأوضاع، التسوية مع منه؟ مع النظام القاتل، مع النظام المغتصب بتاع عمر البشير اللي ارتكب جرائم في إبادة جماعية، قال ما كعبة. الصادق المهدي كان بيقول شنو؟ كان بيقول يا جماعة الزول الفشة غبينته خرب مدينته، على فهم انه انتوا لو دايرين تاخذوا حقوقكم دي كلها والجرائم دي حتدمروا المدينه بتاعتكم. ديل كلهم سموهم بشو؟ احزاب الهبوط الناعم. لحد بدايه الثوره اللي هي بدات في ديسمبر دي، الناس دي كانوا بيجتمعوا في اديس ابابا اجتماعات مع شنو؟ مع الطرف بتاع عمر البشير، ودي الناس ما فارق معاهم النظام القديم، اذا هم وصلوا معاه الى طريقه بتاعت شراكه، يعني اختصام السلطه، اذا انت قدرت تقسم معانا الكيكة زي ما يقولوا نحن ما عندنا مشكلة معك، تمام. ده مقدمة بسيطة للتسوية السياسية أو الهبوط الناعم. القادة القائد الأول الصادق المهدي، الصادق المهدي مشى شاف ليه أحزاب قريبة ليه، كون حاجة اسمها نداء السودان فيها جزء من الحركات المسلحة وجزء من الأحزاب اللي هي بتقتنع إنه التسوية ما كعب، ده المصطلح بتاع الهبوط الناعم. قبل الثورة، الثورة السودانية بدت، الصادق المهدي الطيارة بتاعته نزلت، الثورة بدت، الصادق طلع قال يا ما عارف في مصطلح كده يستهتر بالثورة السودانية، الثورة استمرت 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 أدت إلى إسقاط بتاع عمر البشير، تمام. قبل ما نتكلم عن إسقاط عمر البشير بالضرورة بمكان نرجع إلى الخطاب بتاع عمر البشير بتاع 22 فبراير الذي سمي بخطاب النقطة الصفرية. عمر البشير طلع قال أنا حاب القائد الأعلى للقوات المسلحة و و و وكلام كثير، تمام. عمر البشير في يوم 22 فبراير ده عمل تعديلات في القوات المسلحة. عمر البشير ده كان قاعد كده، الناس دي جايطة في الشوارع، طلع مؤتمر صحفي قال انه انا حامل حظر التجوال وانا حابب الغايد على القوات المسلحة وانا حابعد من المؤتمر الوطني، ده كان عمر البشير. لكن ما تحت ال عمر البشير طلوعه كان تحت في حياة بتدعمي، الحياة كانت بتدعمي شنو؟ عمر البشير لعب في القوات المسلحة، الهيكلة بتاعت القوات المسلحة عمر البشير لعب فيها، عمر البشير الرتبة الأعلى لعب في القوات المسلحة بحيث انه جاب لك ابن عوف نايبه، في زول كان اسمه البرهان، عمر البشير رفع الرتبة بتاعته، ما كان معروف ولا كنت بتعرفه ولا انت كنت شايفه. يا جماعة أتمنى انه الناس تعمل شير عشان الكلام ده يصل إليه، لانه جاي الكلام بتاع الوثيقه، الكلام ده لازم يصل لكل ابناء الشعب السوداني. نحن ما عندنا حاجه غير التوعيه، غير انه اي واحد يعرف الوثيقه دي فيها شنو، يعرف الوثيقه دي بنود شنو، هل دي دوله مدنيه، هل دي دوله برلمانيه، هل دي دوله رئاسيه، لازم تعرف الحاجات دي. عمر البشير جاب ابن عوف، جاب البرهان رفع الرتبه العسكريه بتاعته، الكباشي رفع الرتبه بتاعته عمر البشير بالمناسبه 22 فبراير، جاب الكباشي اسمه منو تاني منو النائب بتاع صلاح قوش مدير جهاز الامن والمخابرات السابق، جابوا عمر البشير كان قاعد في بيته، جابوا عمل لي عمر البشير لعب في الرتبه العسكريه بحيث انه شنو؟ انه قانون القوات المسلحه بيقول لك شنو؟ القوات المسلحه عندها قانون انه الرتبه العليا هي الرتبه التي تتبع، يعني انت خشيت لك اي غرفه ولا اي بيت لقيت فيه ضباط من القوات المسلحه ولقيت فيهم اعلى رتبه هي فريق، كل الناس تحته يتبعوا الى تعليمات الفريق دي كده، تعليمات القوات المسلحة، تمام. انت ملازم الرتبة العليا فوق لك شنو؟ ملازم اول، تاخذ تعليماتك من الملازم اول، ملازم اول ياخذ تعليماته من منو؟ من الفريق، ده القانون بتاع القوات المسلحة كده. يعني اليوم عمر البشير بيختفي
طبيعي القوات المسلحه حتجيب لك منو؟ حتجيب لك اعلى رتبه اللي هو منو؟ ابن عوف. فعلا ابن عوف ظهر. هل الحاجه دي كانت صدفه؟ هل الحاجه دي كانت، الحاجه دي ما كانت صدفه، لانه النظام بتاع المؤتمر الوطني يا جماعه الناس ما تستهين بامكانات الكيزان، ما تستهين بهم وهم ما اغبياء. عمر البشير كان في اخر لحظه حسه انه النظام ده ساقط ساقط، يا اخي الناس زي كتلناهم، ضربناهم ببومبان، ضربناهم برصاص وهم ما رجعوا. طيب الناس مشكلتهم شنو؟ عمر البشير، والله مشكلتهم انت يا بشير، خلاص عشت من العمر عتيا، يا عمر البشير بعد ده تنازل، تنازل لابناء الشعب السوداني، وفعلا ضل حصل انه عمر البشير بقى المؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه والكيزان بقوا انه بدل ما انه نحن نفقد كل السلطه، نفقد كل السلطه ويبقى المؤتمر الوطني في التاريخ، يعني في التاريخ والله زمان يا ولدي كان في نظام اسمه المؤتمر الوطني. يا جماعه نحن ندارك موقفنا ونعمل لعبة بحيث انه نحن نستمر في السلطة. عمر البشير يسقط، لكن عمر البشير ما هو المؤتمر الوطني، ما هو الحركة الإسلامية، ما هو الكيزان. الكيزان عمر البشير خلاص عشت من العمر عتية، امشي صوم لك صومين، امشي استمتع بالقروش دي، خلينا يا عمر البشير نطلع من المشكلة دي. وفعلا ده حصل، فعلا ده حصل بالمناسبة. عمر البشير لعب اللعبة بتاعت القوات المسلحة دي، جاب لك الأشكال دي. ده الصف الثاني من ده الصف الثاني من الكيزان، تمام؟ دي عشان احنا نداريها، تمام. طيب هل المجلس العسكري الجدد من 10 ابريل، الكلام ده انا عايز اجيبه لكم عشان اوصلكم الى انه احنا وقعنا اتفاقيه مع منه. هل المجلس العسكري فعلا هو جاب انقلاب؟ هل قبض قيادات المؤتمر الوطني؟ ما قبضوه. هل كان حريص جدا انه كل القيادات الصف الاول من القوات المسلحه من الكيزان يقبضوا؟ ما قبضوا. يعني اخوان عمر البشير في تركيا، اخوان عمر البشير كلهم اللي انتم شايفينهم ديل طلعوا، طلعوا وين؟ ديل طلعوا بمطار الخرطوم بتسهيلات من المجلس العسكري القاعد ده، المجلس العسكري القاعد ده اللي انتم شايفينه ده. هل الاموال بتاعت الكيزان تمت مصادرتها؟ لا. هل المؤسسات بتاعت الكيزان قبضوها؟ لا. يعني انت جايب انقلاب، طيب انت ليه المؤسسات بتاعت الكيزان ده تخليها شغاله؟ لانه انا جزء منها، ده المجلس العسكري ده، تمام؟ ده المجلس العسكري، اذا نحن دارين، اذا نحن سقف طموحاتنا قليل، اي زول بعده هو سقف طموحاته، لكن نحن لو دام نعالج الداء من اول نحن ما حنكون ماشيين في مرحله جديده، تمام. قبل ما نتكلم ده بصوره بسيطه انه عمر البشير لعب في التكوين بتاع القوات المسلحه بحيث انه المجلس العسكري ده يسهر لك، يسهر لك المجلس العسكري ده، تمام. طيب نجي نشوف بمختصرات بسيطه، طلعت الثوره السودانيه بناء على مطالب، مطالب حريه، مطالب ديمقراطيه، مطالب بتاعت انه الناس تبنى على، يعني تبني دولة جديدة عشان الناس تعيش حياة كريمة. والثورة دي قدمت شهيد وشهيدين وثلاثة واربعة، اذا عملنا احصائية لعدد الشهداء يتجاوز الكم 800 او 1000 من شهيد لمصاب لقاتل، 800 يعني 1000 قتيل لمغتصب قدمتهم الثورة السودانية دي. ما قدمت مهر رخيص، قدمت مهر قالي قالي، الناس اللي ماتت دي قدمت مهر قالي جدا لبناء دولة. وكانت في سيناريوهات بتاعت اجهاض ثورة كثيرة في الدول المحيطة بين مصر، تونس، ليبيا، سوريا، دي كلها سيناريوهات بتاعت اجهاض بتاعت قوة. خذ بالاحتبار انه الدول اللي اجهضت الثورات في الدول دي هي نفس المحور الخليجي الداعم المجلس العسكري ده. يعني قبل ما تطلع اي وثيقة تقراها مرة ومرتين وثلاثة، ليه؟ لانه في شهداء توفوا بناء على الدولة المدنية، وكان مطلبهم الأساسي مدنية، مدنية، مدنية كاملة، مدنية كاملة، لا أكثر ولا أقل. طيب أنا حأختصر شديد عشان أجي للوثيقة. أسي كده كلمت لكم عن الهبوط الناعم والقادة بتاعينه منه، اتكلم لكم عن المجلس العسكري وجابه منه وهو ما احتغل ولا قبض قيادات ولا 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 ولا، وريتكم انه الثوره السودانيه طلعت، طلعت بناء على مطالب، بناء على رغبات انه الدوله دي تبني بنايه صحيحه. الدولة السودانية دي لابد انه تصفر العداد بتاع دولة السودان، كأنك سايلك عربية سايلك عربية ماشية 30,000 كيلومتر، نحن محتاجين انه العربية تصفر العداد بتاع زيرو زيرو عشان نبدأ بداية صحيحة. هل بالاتفاق ده نحن حنقدر نصفر العربية دي؟ لأنه عربية منتهية ماشية 30,000 كيلو، لا ولسه داية صيانة، لابد بلغة الميكانيكا، وأنا مهندس ميكانيكي معلش، بلغه الميك لازم تعمل لها عمره، لازم تصلح كل الحياه عشان تبدا بدايه صحيحه. طيب نجي نشوف الخيارات المتاحه للمجلس العسكري شنو؟ فهمك للخيارات المتاحه للمجلس العسكري عشان ما تقول انه والله الاتفاق ده
انتصار الى الثورة السودانية. الاتفاق او التفاوض كان وسيلة عشان نصل الى الدولة المدنية، صحيح؟ يعني الاتفاق ما كان غاية، غايتنا من التفاوض ده الوصول الى الدولة المدنية المتكاملة. دي القاية بتاعتنا. المجلس العسكري كان عنده 3 خيارات. اي زول ممكن تخط الخيارات دي تشوف بتكون بالنسبة لك منطقية. الخيار الاول، المجلس العسكري يكون حكومة براو مش قوى حرية وتاخد جميع المهنين يشيلهم برا كلهم، انا بكون حكومة براي. بيقدر؟ كان بيقدر البراني حميتي يكون حكومة من الكيزان. خد بالاحتبار، طيب لو حميتي وتكون الحكومة بتاعته، خد السيناريوهات وحاول عيشها. الشعب السوداني ادى نموذج وخلد العالم كلها والاعلام الخارجي يتكلم على الثورة السودانية. يعني احنا اكتسبنا اعلام خارجي وضغوطات خارجية بقت على المجلس العسكري. المجلس العسكري لو كون الحكومة دي الضغوطات الخارجية هتستمر بالنسبة له. الشارع السوداني هل حيجيف؟ الشارع السوداني ما حيجيف، المجلس العسكري ما مستفيد حاجة. يعني مظاهرات شغالة، الضغط الخارجي ده خيار ما انسب للبرهان الحميدي. الخيار الثاني، الدعوة إلى انتخابات مبكرة، والكلام ده قاله البرهان الحميدي. كان بيقدروا للحاجة دي؟ ما كان بيقدروا للحاجة دي، لأنه الدول اللي بتدعم المجلس العسكري رفضت الخطوة دي. رفضت أمريكا والدول الأوروبية والعالم الخارجي، قالوا إحنا ما عندنا، ما بنستنى لك انتخابات لحد دي بعد 6 شهور. هل الشارع كان حينتظر انتخابات؟ ما كان حينتظر انتخابات. طيب أحسن خيار للمجلس العسكري شنو؟ إنه يوقع اتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشروط المجلس العسكري، بشروط المجلس، يعني التفاوض. المجلس العسكري كان محتاجه وقوى الحرية والتغيير كانت محتاجاه. نحن كده وصلنا رغم تحفظاتنا من الأحزاب السياسية. خلونا يا جماعة بالكلام الأخير بالاتفاقية التي تم توقيعها، تمام؟ بالاتفاقية التي تم توقيعها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. هل الاتفاقية، معلش مع الورق ده الطاير، ادوني بس ثانية هلمه. طيب الاتفاقية التي تم توقيعها بين قوى الحرية وتغيير والمجلس العسكري التي تم تلميذ الكوز قوملي في عاطل يا ماهر زين. اول حاجة انا ما عاطل هو لا كوز، انا بتكلم على وثيقة طلعوها قوى الحرية والتغيير، اللي هي دي الوثيقة التي تم، دي الوثيقة التي تم التوقيع عليها يوم السري. انت من حقك كمواطن تعرف البنود دي فيها شنو؟ انت من حقك كمواطن تعرف البنود دي فيها شنو؟ هل دي حتؤدي الى دولة مدنية؟ وهل الاتفاق ده سيؤدي الى، هل الاتفاق ده، هل ده نظام برلماني ولا نظام رئاسي؟ هل المجلس السيادي ما عنده صلاحيات؟ هل نحن كده حققنا المدنية التي نساء تم اغتصابهم عشان المدنية دي، اطفال تم قتلهم عشان المدنية دي، امهات فقدوا ابنائهم عشان المدنية دي، شهداء كانوا بيحلموا عشان المدنية، كانوا بيحلموا عشان مدنية، دولة مدنية. الدولة المدنية معروفة، الدولة المدنية معروفة هي شنو؟ طيب قبل ليه؟ قبل الناس توقع على الاتفاق ده، قبل ما الناس تتوقع على الاتفاق ده، كانت في حركة بتاعت خلق رأي عام، حركة بتاعت خلق رأي عام، ده إذا الناس بتكون متابعة. الحركة بتاعت الرأي العام شنو؟ طلعوا بيطلعوا ناس بيقولوا إنه والله الناس بتنتقد حميدتي لأنه حميدتي من دارفور ودي عنصرية. طلعوا ناس قد تكون مرض عليك أو قد تكون ما مرض عليك، ناس كمية بيطلعوا أنت بتنتقد حميدتي لأنه حميدتي ده من أبناء دارفور، أنتوا العنصريين يا أبناء الشمال. ده ما صحيح، انتقاداتنا لحميدتي لأنه حميدتي قاتل، لأنه حميدتي مختصب. وعيب منك، أو أنت إذا فعلا من أبناء دارفور، عيب منك إنك توصف إنه حميدتي هو من أبناء غرب السودان وإنكم أنتوا عنصريين. أبناء غرب السودان فيهم أطباء وفيهم معلمين أحسن من القاتل هذا اللي اسمه حميدتي. يعني ده عيب، نحن ما نتكلم عن حميدتي لأنه حميدتي قاتل. برضو طلعوا بعض الناس اللي هم داعمين الاتفاق ده تكلموا عن شنو؟ يا جماعة الضائقة المالية، يا جماعة الضائقة الاقتصادية، يا جماعة المواطن يئن، يا جماعة الموسم الزراعي قرب يخلص، كأنه الثورة دي بدت لها 5 يوم أو 10 يوم. ده الناس دار يضغطوك انت يا مواطن عشان تقول يا اخ والله يا جماعة نحن نبدأ عشان نلحق الموسم الزراعي،
لو لحقنا الموسم الزراعي ده، هل حنلحق الموسم الزراعي بعديه والثالث والرابع؟ هل حنقدر نبني دولة ولا لا؟ تمام. برضو بعض الناس الداعمين للخط بتاع الاتفاقية طلعوا قبل فترة من الليلة، ما من الليلة الكلام ده، نحن حنخش تفاوض عشان الدم السوداني غالي، عشان نحن نحافظ على دماء الناس، عشان نحن نحافظ على دماء الشعب السوداني، وتناسوا تماما انه المواطن السوداني طلع في 13 ديسمبر الى سقوط عمر البشير. هل الدم السوداني في الفترة دي كان دم رخيص؟ لا، دم كان غالي. وهل بالاتفاق ده سيؤدي فعلا الى انه حنحافظ على الدماء بتاعنا؟ حنتكلم على الوثيقة بناء على الوثيقة. تمام. استلهاما لنضالات، الكلام ده مكتوب، ممكن الناس تمشي تطلع الوثيقة عشان تعرف انه انا كوز ولا انا مثلا ما عادي من الانتفاق. لا، انا متمني انه ابناء الشعب السوداني يطلعوا ويفرحوا، متمني الحاجة دي والله، انه يطلعوا ويفرحوا، لانه من حقهم والله كابناء شعب السودان يوم 30 سنة في ذل وفي مهانة، من حقهم يفرحوا، من حقهم يفرحوا. لكن نحن عندنا خيارين، يا انه نحن نفرح ونتناسى انه نحن عايشين في قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي لحظة من اللحظات، في اي لحظة قنبلة موقوتة قد تنفجر، لو لقت العوامل المحفزة قد تنفجر وقد تؤدي بالقتل وقد تؤدي الى انه السودان ده يروح في 60,000 ده. احنا ما عايزين الحاجة دي، نحن همنا انك توصل لك المعلومة انت كمواطن. نص يا مع صوتي كويس يا شباب؟ صوتي واضح يا شباب؟ اذا صوتي واضح ما اعرف، الناس بتقول لي بيقطع المنظراتية طلبة الشيوعيين ما حد، والله انا ما شيوعي، زول اللي بيعرفني انا اصلا ما شيوعي. تمام. طيب، ده الاتفاقية البائد منذ تقويضه للنظام الدستوري في 30 يونيو 1989، وإيمانا بمبادئ ثورة ديسمبر. وده هنا أول حاجة، دي الدباجة الأولى، ده تدليس على أبناء الشعب السوداني، إيمانا بمبادئ ثورة ديسمبر. مبادئ ثورة ديسمبر الناس اطلعوا كان بيقولوا الليلة تسقط، بس كانوا بيقولوا إنه دايرين دولة مدنية. كلمة مدنية دي كلمة واضحة واضحة وصريحة، مدنية معناته الناس الذين يشغلون المناصب هم مدنيين، دي كلمة مدنية. تمام. إذا نحن جينا دارين نكذب، نظام عمر البشير كان نظام مدني بالمناسبة. عمر البشير ده مش هو كان في العسكرية، لكن أمسك لوزارة الخارجية، هل هو كان عسكري؟ ما كان عسكري. أمسك لوزير الصحة مأمون حميدة، هل هو كان عسكري؟ ما كان عسكري. أمسك إشراقة، امسك حسن طرحة وزير البيئة، امسك ابقردة، دل كانوا مدنيين. هل ممكن نطلق على نظام عمر البشير هو نظام دي دولة مدنية؟ ما دولة مدنية. هل ممكن نطلق على النظام بتاع مصر السيسي مثلا انه ده نظام مدني؟ ما نظام مدني. السيسي طلع البدلة العسكرية، ده اذا انت متابع الشأن المصري، السيسي طلع البدلة العسكرية، السيسي لانه هو مدني. هل دي دولة مدنية؟ دي ما دولة مدنية، لانه القمع فيها دي دولة بتاع الدكتاتور. تمام. المبادئ يا هو الهبوط الناعم. قبل ما اجيب الكلام ده، كلكم لاحظتوا انه الليلة الفرحانين بالاتفاقية دي حزب الامة، ورجحت قلت لكم دير انصار الهبوط الناعم في البداية، حزب المؤتمر السوداني واللي هو نشر الوثيقة دي، هو دير هبوط ناعم، دير ناس تسوية مع اي نظام، عمر البشير قاتل مختصب whatever، انا بخش معك في تسوية. لكن شنو؟ تقسم لي الكيكة، ما تاكل برك، تديني معك انه انا اكل. عشان كده تلقى انه الليلة المروجين واللي بيطلعوا في كوادرهم في الارض وفي السودان ديل هم الاحزاب دي، ما طالعة من الاحزاب دي. دي اسمه خلق رأي عام، ده اسمه خلق رأي عام، ودي قاعدة بيستخدموها كل السياسيين في كل دول العالم، انك لو تمرر اي قرار تخلق رأي سياسي. الرأي السياسي شو؟ مدنية، دي الدولة المدنية الكاملة، حنحقق الدولة المدنية. عشان شنو؟ الزول بيه ما والله الناس دي كلها فرحانة، معناته انه انا الغلطان. لا، ما انت الغلطان، هم الغلطانين. ده خلق رأي عام، ده خلق رأي عام من الاحزاب اللي انت شايفه في التوقيع، هي ظاهرة اللي بتطبل للتوقيع دي، بتوريك انه الوقع الاتفاق الليلة منه. طبعا دي الدباجة، وايمانا بمبادئ ثورة ديسمبر. ثورة ديسمبر المبادئ بتاعتها هي اسقاط النظام العسكري وتفكيك الدولة، تفكيك الدولة بتاعت 30 سنة. انت الليلة وقعت مع ميلز عسكري هو اقرب الى النظام السابق، لانه عمر البشير في خطاب 22 فبراير جابه، ولانه قبل كده اول بيان لابن عوف كان الذين كونوا
المجلس العسكري ده صلاح قوش. صلاح قوش ده كان يقتل ويغتصب ابناء الشعب السوداني طول الفتره بتاعت عمر البشير دي، ولا احنا تناسينا الحاجه دي؟ صلاح قوش جو قالوا انه هو والله احد الاعضاء بتاعين المجلس العسكري. المواطن السوداني طلع، الشعب السوداني طلع، صلاح قوش قال لك انه شناو، صلاح قوش شغال في الخلفيه، وحنجي نعرف انه صلاح قوش قد يصحب لك في اي مرحله من المراحل، تمام؟ وافرازات بحقوق المتضررين من سياسات النظام السابق، النظام السابق يا هو الحريه وتغيير في الدماء، النظام السابق ما سقط، ما سقط، ما تبشوا الناس وتدلسوا عليهم انه النظام السابق سقط. البرهان حركة إسلامية ينتمي إلى النظام بتاع عمر البشير، جابوا عمر البشير ورفع الرتبة بتاعته. الكباشي حركة إسلامية، وكان الكباشي في الخطاب بتاع عمر البشير بتاع الانقلاب كان الحرس بتاع عمر البشير، ما تدلسوا على أبناء الشعب السوداني، ورفع الرتبة بتاعته عمر البشير، تمام؟ ابن عوف الهوجة هو على صلة غرامة بعمر البشير، جابوا عمر البشير. البرهان هو سمسار الجنود بتاعين اليمن ومرتكب إبادة جماعية في دارفور، البرهان على صلة بتاعت نسب مع ابن عوف. هل النظام سقط؟ النظام ما سقط. حميدتي الذي خلقه والذي جابه والذي كونه النظام بتاع عمر البشير، وكان بياخد تعليمات وكان ينتمي إلى صلاح إلى جهاز الأمن والمخابرات، حركة إسلامية. كوادر المؤتمر الوطني، حرين طلقاء، النظام ما سقط يا أخوة الحرية وتغيير، وما توصلوا معلومات لأبناء الشعب السوداني إنه النظام سقط. النظام ما سقط، النظام قاعد بالصف الثاني الليلة اللي هو قاعد. صح عمر البشير سقط، ما قاعد، ما ظاهر، لكن الحركة الإسلامية أو الكيزان قاعدين بالصف الثاني بتاعين اللعيبة بتاعينهم، تمام؟ واستجابة لتطلعات الشعب السوداني في بناء الدولة الوطنية وفقا لمشروع نهضوي متكامل وإرسال مبدأ التعددية السياسية، كلام كثير. طيب نجي للدباجة الأولى، الصفحة الثانية. في الصفحة الثانية جمهورية السودان بيقول لك طبيعة الدولة، يعني الدولة بعد ما الناس تخش في الفترة الانتقالية طبيعة الدولة حتكون شنو؟ طبيعة الدولة حتكون شنو؟ ده هنا بوريك لي في الوثيقة. قال لك إنه جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية، يعني إنه نحن الفترة الخاشين فيها دي هي فترة برلمانية، وده صحيح، ودي كل مطالب الشعب السوداني. البرلمان السلطة إلى الشعب، دي البرلمانية، دي السلطة البرلمانية، السلطة البرلمانية إنه السلطة تحت الشعب السوداني، يعني المجلس التشريع اللي هو بيمثل الشعب السوداني، السلطة بيد الشعب السوداني. ده هم قال لك إنه والله دي الدولة المدنية والنظام حيكون برلماني. حنشوف في باقي الوثيقة هنا هل النظام برلماني ولا النظام رئاسي، ده حنشوفه بناء على نص الوثيقة التي تم توقيعها يوم السبت بين قوى الحرية وتغيير والمجلس العسكري. السيادة قال لك إنه السيادة للشعب، ده نظام برلماني، هل لكن فعليا هو نظام برلماني ولا لا؟ طيب نمشي إلى الفصل الثاني، الفترة الانتقالية، مدة الفترة الانتقالية، ده الفصل 6 نقطة أولى. تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا ميلاديا تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة. تكون الأولوية خلال الست أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للعمل الجاد لإحلال السلام طبق ما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشهر. ده ما عندنا فيه أي مشكلة، كلام ممتاز، حددوها إنه هي 3 سنة، ما فارق معانا 3 سنة 5 سنة 4 شهور، ما فارق معانا. نجي نشوف مهام الفترة الانتقالية. تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام التالية، دي مهام الفترة الانتقالية اللي هو بالمكونات بتاعتها حيشتغلوا عشان المهام دي. العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاحتبار التدابير التفضيلية المؤقتة لمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق والأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا. فعلا دي النقطة الأولى، طبعا نزلكم ثانية وني سخانة عندنا هنا، تمام؟ دي فعلا انه الناس كانت بتطلع حرية سلام وعدالة، سلام اهم حاجة في مطالب الثورة السودانية، تحقيق السلام العادل. لكن قوى الحرية والتغيير هنا او الناس اللي وقعوا ما ورونا كيف انك انت حتحقق السلام. تحقيق السلام، تحقيق السلام
يعني انت عايز تحقق سلام انك تقوم تصل الى توافق مع المكونات السياسيه او الحركات المسلحه، الحركات المسلحه اللي هي حامله سلاح. يعني ما ممكن انك انت تخش في دوله بتاعت تحقيق سلام في انه الاطراف اللي هي حامله سلاح ما موافقه على الاتفاق بتاع ده كقوى حريه وتغيير او كمجلس عسكري. ما ورونا انه تحقيق السلام حيكون كيف. حيستخدموا يا تدابير عشان يحققوا السلام. واهم حاجه في تحقيق السلام انه في حركات مسلحه. حركات المسلحه دي هل هي موافقه على الاتفاق بتاع الدول ولا لا؟ بنلقى انه الليله الكلام ده الليله الجبهه الثوريه الليله الكلام ده الليله الجبهه الثوريه السودانيه، الجبهه الثوريه دي بتاع ناس اركمني مناوي وبتاعنا عبد العزيز اركمني مناوي وناس عقار مطلعين بيان الليله دي ناس الحركه الجبهه الثوريه السودانيه اللي هم حمله بتاعين سلاح اللي هم المفروض يكونوا يخطوا ارضا سلاح. شوف البيان اللي مطلعينه شنو. الاعلان الدستوري تجاوز رؤيه السلام العادل. جماهير الشعب السوداني الثائره تعلمون ان الجبهه الثوريه السودانيه من مؤسسي قوى الاعلان الحريه والتغيير وظلت مكونا فاعلا فيه وسعت سعيا حثيثا مع بقيه حلفائها في انجاز الثوره السودانيه. وانتصارها ليس بالعمل العسكري والسياسي المعارض الذي انهك النظام البائد وجعله عاجزا عن مواجهه الثوره، ولكن ايضا عبر جماهيرها القفيره التي كانت ولا زالت في صداره الحراك الشعبي. طالبت الجبهه الثوريه في محطات عديده بضروره هيكله قوى اعلان الحريه والتغيير وضبط منهج اتخاذ القرار فيها حتى لا يختطف قرارها بواسطه جهات واطراف غير مخوله باتخاذ القرار نيابه عنها، وحتى يشارك جميع مكونات قوى الحريه والتغيير في تحديد رؤيتها التفاوضيه. كلام كثير. في شهر يوليو المنصرم وبسبب تجاهل مطالبها علقت الجبهه الثوريه مشاركاتها في اللجنه التفاوضيه. وخاطبت الوساطة رسميا بذلك مما قاد إلى تحطيل مفاوضات الانتقال الديمقراطي ودفع بأطراف الحرية والتغيير والوسيطين الأفريقي والأثيوبي إلى عقد مشاورات في أديس أبابا والتي حظيت بمشاركة واسعة من كل مكونات قوى الحرية والتغيير على مستويات التمثيل لكوترين. أنتجت اجتماعات أديس أبابا التاريخية رؤية شاملة للسلام تؤمن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية. تمام؟ كلام كثير خلونا لكن خلونا مثلا حاختصر لكم الخطاب عشان بس لأنه في كلام كثير أنا المفروض أقوله. ولكن مع الأسف تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بدون إدراج رؤية السلام كاملة في الوثيقتين. فعلا الوثيقة دي ما عندها أي ذكر للسلام. حيحصل كيف السلام ده؟ حيجي كيف؟ حتعمل شنو انت في السلام؟ حتحقق السلام كيف؟ حتخاطب جذور المشكله كيف انت؟ دي ما تطرقت ليها. لانهم هم كانوا مهتمين بقضايا اهم من تحقيق السلام اللي هو قضايا كرسي انت حتتك هنا انا حتتي هنا، نحن حنشاركك كيف؟ في حين انه الشعب السوداني طلع قال يا العنصر المغرور كل البلد دارفور، ده كان شعار. في حين انه ابناء الشعب السوداني طلع وقالوا حريه سلام وعداله. حرية بعد السلام حتى بعد تجي العدالة، لأنه ما في عدالة بدون سلام وما في سلام بدون حرية. دي الجبهة الثورية ديل أحد القوى الحاملة السلاح في دارفور مطلع بيان زي ده الليلة بتقول إنه الاتفاق اللي وقعته ده ما تكلمتوا عن إدراج رؤية السلام في الوثيقتين ولا خطيت الكلام اللي احنا قعدتوا معانا في اديس ابابا واتفقنا عليه. واذا هذه المواقف تود الجبهه الثوريه بيان الاتي: لا تستطيع الجبهه الثوريه قبول الوثيقه الدستوريه، يعني الوثيقه دي نحن ما قابلين بها بشكلها الراهن، لانها تجاوزت مبادئ محوريه في امر السلام، بل وضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقه الدستوريه نفسها. في عرف اتفاقيات السلام ومن تجاوب اتفاقيات السلام الشامل وأبوجة وغيرها أن يتم تعتيل الدساتير السارية لاستيعاب نصوص اتفاق السلام، لكن تم تضمين فقرة إضافية المادة 96 تمنع تعديل الإعلان الدستوري إلا وفقا لتدابير شائكة ومعقدة.
رؤية السلام المتفق عليها بواسطة جميع أطراف الحرية والتغيير في أديس أبابا وجدت الترحيب في قاعدة التفاوض من الوسيط الأفريقي ومن ممثلي المجلس العسكري. خطيتوا بين والحرية والتغيير، والحرية والتغيير ما كانوا عندهم زمن يشتغلوا بالسلام. ده خطاب طلعته الليلة الجبهة الثورية، موقع عليه مني أركو مناوي، وموقع عليه عبد العزيز، وموقع عليه مالك عقار. بالمقابل في حركات مسلحة تاني زي عبد العزيز الحلو اللي هو رفض انه خد يده مع المجلس العسكري القاتل، بيقول ده مجلس قاتل، ده حامل بتاع سلاح. بالمقابل في عبد الواحد اللي هو رئيس حركة مسلحة حامل السلاح بيقول لكم انكم انتوا يا قوى الحرية وتغيير ويا تجمع المهنيين قلتوا تسقط، انتوا ما قلتوا، انتوا خاشين في تسوية سياسية مع المجلس العسكري. هل يا قوى الحرية وتغيير كيف حنحقق سلام؟ كيف حنحقق سلام في وضع انه كل الحركات المسلحة رافضة الى الاتفاق وبقولوا انه ما تضمنتوا الوثيقة بتاعت السلام في الكلام ده؟ دي النقطة الاولى، محاسبة منصوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 من يونيو وفق القانون. النقطة دي خدتوها ليك انت وخدتوها لي انا، دي نقطة خدتوها ليك انت خدتوها لي انا، لانه انت يا اخوة الحرية والتغيير بتتكلم على محاسبة النظام البائد. النظام البائد ده جزء من النظام البائد البرهان وحميتي، جزء من النظام البائد ده حميتي والبرهان ده ما ولدوهم في 13 ديسمبر ولا ولدوهم مع الثورة السودانية. ده ناس قتلوا في دارفور، ده البرهان كان في عربيته في دارفور، وده كلام ناس دارفور بيقولوا هو رب الفور. حميتي ده ارتكب مجازر وقتل واختصب في دارفور. هل انت كيف هتحاسب النظام السابق؟ ومن الضرورة بالمكان انك تحاسب اعضاء مجلس السيادة اللي هم حيكون قاعدين معك في مجلس السيادة، حتحاسبهم كيف يا اخوة الحرية وتغيير؟ ما حتقدر تحاسبهم ولا هم حيسمحوا لك انك تحاسبهم ولا تحاسب النظام السابق. ليه النظام السابق ما حتقدر تحاسبه؟ لما تجيب عمر البشير تخطه في محكمة وتوجه لعمر البشير تهمة بتاعت ابادة جماعية في دارفور، عمر البشير ما حيسكت، ما حيقول لك اي والله انا براي شلت دبابه وشلت مسدس مشيت قتلتها. عمر البشير حيرد لك رد بسيط جدا، انا كنت رئيس دوله السودان، امشي اسال رئيس او امشي اسال قائد الدعم السريع اللي هو كان قاعد في دارفور، اصابع الاتهام حقك لحميتي. حيقول لك امشي اسال البرهان اللي هو كان قائد التدريب لميليشيا الجنجويد في دارفور، ما حتقدر. عمر البشير ما حيسكت لك، حيجيب لك الناس ديل، هي القانون حيجيب النازل وما حتقدر للحاجه دي. دي مهام الفتره الانتقاليه. انا بس حامشي على النقاط اللي قدرت انه انا امر عليها، يعني دي النقاط اللي انا قدرت شنو اللي قدرت انه انا امر عليها. برضو في مهام الفتره الانتقاليه تفكيك بنيه التمكين للنظام 30 من يونيو وبناء دوله القانون والمؤسسات، ما حتقدر للحاجه دي. عارفين ليه؟ لانه المجلس العسكري ده لما جاء قال انه هو انا جيت بانقلاب عسكري. البرهان وحميتي مجا قال انا انحس الى مطالب الشعب السوداني وانه انا جيت بانقلاب عسكري، ده كلامه قالوا في الصحف وقالوا في التلفزيون. طيب اي قاعده اساسيه في الانقلابات العسكريه انه انا القدام كنت جيت بانقلاب عسكري، اول حاجه بعملها بفكك ده انا قبل ما تكون في دوله مدنيه وقبل ما اخش تفاوض، اول حاجه بعملها بمسك كل قياده النظام السابق بخدتهم في السجن، وسجن لا انت بتكون عارفه لا انا بكون عارفه، بكون داسيهم في سجن وحراسه مشدده. دي النقطه الاولى اللي بسويها. النقطه الثانيه بفك كل الميليشيات المسلحه التابعه للنظام السابق، دفاع شعبي، ميليشيات طلابيه، كتائب ظل، بفكيك. ليه؟ لانه انا لو اديت الناس ظل فرصه، يعني لو اديت عمر البشير ونظام السابق فرصه حيعملوا انقلاب عسكري. بالنسبه لي المجلس العسكري ده طول الفتره بتاع التفاوضات ما قبض قيادات المؤتمر الوطني. ليه؟ سؤال المفروض تساله لنفسك. مصلحه المجلس العسكري انه ما يقبض قيادات المؤتمر الوطني شنو؟ اسال نفسك انت كمواطن، هل الناس دي انسحبوا وتسربوا وتبخروا في السماء؟ لا، الناس دي طلعوا بمطار الخرطوم. اخو عمر البشير ده مش طلع الكباشي في مؤتمر صحفي، قال اخو عمر البشير العباس قاعد في سجن كوبر، وبمرور الايام عرفنا انه العباس قاعد في سجن كوبر فرح تركيا، فرح تركيا. صح والله ما صحيح. المجلس العسكري ده مش طلع وقال انه جوش هو قاعد في الاقامه الجبريه، بمرور الايام ابناء الشعب السوداني شافوا جوش في مصر
تسأل نفسك ليه ما تقبضوا النازل؟ هل ده انقلاب عسكري وأنا القيادات المؤثرة ما قبضتها؟ يعني معناته أنا ما خايف من انقلاب عسكري. هل المجلس العسكري أعاد تفكيك الكتلة المالية للنظام بتاع المؤتمر الوطني؟ المؤتمر الوطني ده كان ماسك الأموال بتاعت السودان، كان عنده شركات وعنده مؤسسات، وكان عنده المؤتمر الوطني وكان عنده منظمات خيرية دي اللي حد الليلة شغالة. بتعرف انه المجلس العسكري داير انه الميليشيات دي او داير المؤسسات دي تكون شغالة. ليه؟ لانه ينتمي الى المؤسسة دي، لانه المؤسسة دي حقته ما حيفككها. تسأل نفسك السؤال ده انت. طيب، اجهزة الفترة الانتقالية. جمهورية السودان دولة لا مركزية تكون مستويات الحكم فيها على النحو التالي. ده كلام كثير، ده انا ما عندي فيه نقاط. دعنا نشوف اجهزة الحكم الانتقالي. قال ليك تتكون اجهزة الحكم الانتقالي على النحو التالي: ثلاثة سلطات، سلطة سيادية، سلطة الوزراء اللي هي دي السلطة التنفيذية، والمجلس التشريعي اللي هو ده سلطة الشعب. مجلس التشريعي ده حقك انت، حق ابوك، حق امك، ده صوتك انت، ده المجلس التشريعي. هم في الوثيقة بتاعتهم في الجزئية الأولى بيقول لك إنه ده نظام برلماني، بيوصلوا لك معلومة إنه ده نظام برلماني. ليه ده يوصلوا لك إنه هو نظام برلماني؟ لأنه النظام البرلماني هو نظام إنه الصوت صوت الشعب. طيب، نجي في أجهزة الحكم الانتقالي. أول حاجة قال لك يتكون من مجلس السيادة، وعرف ليك مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها. دي أول نقطة حددها لك، إنه مجلس السيادة هو رأس الدولة، ده رأس الدولة. ما قال لك المجلس التشريعي هو رأس الدولة، قال لك المجلس السيادي هو رمز الدولة، يعني ده الرأس بتاعه فوق. مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية، يعني ده السلطة بتاعت التنفيذ، ده السلطة بتاعت الشغل. لو أنت شغال في أي شركة أو شغال في أي مؤسسة حكومية بتلقى انه في فوق رئيس مجلس الاداره، رئيس مجلس الإدارة. لو انت شغال في اي شركه بتلقى انه في مجلس الاداره، مجلس الاداره ده الفوق، بتلقى فيه المدير العام، بتلقى فيه صاحب الشركه، ده الفوق، ده بقول لك ده البص. بتلقى تحته في الجهاز التنفيذي. الجهاز التنفيذي بيشتغل، بيعمل بيشتغل، بيشوف الموظفين، لكن بياخد تعليماته من فوق، من مجلس القياده او الاداره. يعني المجلس التنفيذي هو سلطة تنفيذية تشتغل خطط، يعمل لك معارض إصلاحات، لكن هو ما سلطة سيادية، ما بقدر يتخذ قرار ما لم يرجع إلى فوق. المجلس التشريعي معرف لك هو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي. يعني هنا عرف لك المجلس التشريعي إنه هو سلطة التشريع بتاع القوانين، بتاع التشريع. سلطة المجلس التشريعي على منو؟ سلطة المجلس التشريعي على المجلس الوزراء. طيب المجلس السيادي الرقابة بتاعته على منو؟ ده سؤال انت مفروض تعرفه. انت بتقول ده نظام برلماني، بتقول دي دولة مدنية، دولة مدنية، دولة المؤسسات ودولة القانون. ده نظام برلماني، نظام برلماني انه المجلس التشريعي عنده صلاحيات على مجلس الوزراء. طيب مجلس السيادة اللي عليه الرقابة منه؟ هنا ما وضح لك، ما وضح لك انه مجلس السيادة ده السلطة اللي تتحكم فيه منه، ما وضح لك. جريت تاني في الفصل الرابع، مجلس السيادة، تشكيل مجلس السيادة. مجلس السيادة تاني جاب لك هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها. قبل ما نمشي للنقطة دي، خلونا نشرب مويه شويه، لسه مرمتوا يا شباب. يا ابو محدث، راس الدوله لكن صلاحياته محدوده، حاجي حتعرف صلاحياته هل هي محدوده ولا صلاحيات مطلقه. الكلام ده حالي شويه شويه يعني، والناس ما تستعجل. تمام. طول الفتره تحت التفاوض من 10 ابريل لحد اليوم اللي انا بتكلم فيه، اللي انا بتكلم معكم فيه ده، من 10 ابريل ودي كان بداية التفاوض، المجلس العسكري ما كان عنده أي تحفظ على مجلس الوزراء، ولا كان عنده أي تحفظ على المجلس التشريعي. المجلس العسكري طول الفترة بتاعت التفاوض من 10 أبريل
والليله دي 4 شهور، 4 شهور المجلس العسكري نخطط وبيتفاوض فيها مجلس السياده. هل المجلس العسكري ده غبي ومتخلف لدرجه انه يضيع 4 شهور من زمنه يتفاوض على مجلس سياده ما مؤثر؟ ده سؤال خدته في بالك بعد ما نجي للسلطات اعرف انه المجلس العسكري هل فعلا كان هو زول غبي ما فاهم سياسه، ولا فعلا هو كان عارف بيعمل فيه شنو. خد في بالك برضو انه بعض المكونات كانت بتطلع بتقول لك انه المجلس السيادي ما عنده مجلس تشريفي، مجلس تشريفي ما عنده اي صلاحيات. هو بياخذوا لك مثال ببريطانيا، بريطانيا ده نظام برلماني، ده نظام ملكي، في حين انه نحن دوله السودان، دوله السودان نحن ما مملكه، نحن مسمات دوله السودان. هل نحن مملكه السودان؟ ده سؤال خطه في بالك. نمشي في شنو؟ مجلس السياده يتشكل من مجلس السياده وهو راس الدوله ورمز سيادتها، ده بوريك انه ده بيتعارض مع انه ده نظام برلماني، لانه هنا عرف ليك انه راس الدوله هو المجلس السياده، ما قال ليك شنو؟ المجلس التشريعي، معناته ده نظام رئاسي، وحنجي لقدام نعرف انه ده نظام رئاسي. المجلس السيادي وهو راس الدوله ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه، في اللغه العربيه، لما تقول جانب البيت عبد الله ومحمد، معناته عبد الله ده شخصيه براه ومحمد ده شخصيه براه، بنلقى هنا وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وهو الحرية والتغيير. خطورة النقطة دي هنا، يا أبناء الشعب السوداني، إنه نحن ما بنتكلم على إدماج الدعم السريع داخل القوات المسلحة، نحن هنا بنتكلم على جيشين داخل السودان، بنتكلم على القوات المسلحة كدي قوات مسلحة حقتنا، وبنتكلم على الدعم السريع اللي هو ميليشيات غتلة مختصبة بنص التوقيع ده. وخدتوا في بالكم انه التوقيع ده لسه هو ما توقيع 100%، التوقيع ده يوم توقيعه على حسب كلامهم هم بعد يوم 18 على ما اعتقد، التوقيع ده حيحضره ممثل من الاتحاد الافريقي، ممثل من الاتحاد الاوروبي، ممثل من كل دول العالم. نحن هنا ما نتعامل على ميليشيات، نحن هنا نتعامل على شرعية لميليشيات قاتلة، شرعية لميليشيات قاتلة. زماني بداية الثورة بنتكلم على شو؟ بنتكلم على حل ميليشيا الجنجويدي، دي مطالب الشعب السوداني. بنتكلم على انه الدعم السريع ده تشوف له حل، انه الناس دي تستوعبهم، نجي نسحب منهم السلاح بتاعهم ونشوف النافع منه منو، النافع منه على حسب امكانياته، يعني نودي الجيش، يعني نودي الشرطة، والما نافع ده ذاته شنو؟ نودي الشارع. نحن نتكلم الليلة هنا، نحن نتكلم هنا الليلة على جيشين، دولة فيها جيشين، جيش سوداني وقوات دعم سريع اللي هي ميليشيات اللي هي قتلت والتي اغتصبت والتي قتلت أبناء الشعب السوداني. بنتكلم على ميليشيات ما مدربة، نتكلم على ميليشيات إنه انتماء لحميتي أكثر من انتماء للقوات المسلحة، ونحن بنتكلم على دولة جديدة نعيد فيها بناء القوات المسلحة. نحن بنتكلم إنه القوات المسلحة قوات النظام السابق لعب فيها لعب كثير جدا، فنحن دورنا انه القوات المسلحه دي نبنيها شويه شويه، عشان يكون عندنا جيش يحمي ابناء الشعب السوداني. لكن انت حتبني كيف ومحترف ليه بميليشيا الجنجويد انه هي قوات نظاميه يا قوات الحريه والتغيير؟ انتوا حميتي ده ما عارفين انه قاتل، الميليشيا بتاع الجنجويد دي ما عارفين تاسيسها شنو يا قوات الحريه والتغيير، ما عارفين انه حميتي ده كان تاجر بتاع ابل وكان قاطع بتاع طريق، جابوا النظام بتاع عمر البشير وادوا رتبة عسكرية، عمر البشير ده ما خاش كلية حربية ولا خاش قادة أركان، ده جايبها بالخلساي بقوة الضرع محكولة يا أخوة حرية وتغيير. ده يا جماعة دي نقطة خطيرة جدا يا جماعة، دي نقطة خطيرة جدا إنه نحن احترفنا بميليشيا الجنجويد هي قوات نظامية، قوات نظامية. يعني أنتوا عارفين القتل اللي حصل في 29 رمضان ده كان بقوات نظامية ما كان بميليشيات؟ وهل انتم عارفين طول بداية الثورة دي لحد الليلة الصحف العالمية بتقول لما تجيب كلام الجنجويد بتقول ميليشيا؟ نحن الليلة بنص الوثيقة دي بندي سلطة واحتراف رسمي ب
قوات الدعم السريع وما لا وما مدموجة داخل القوات المسلحة، بل إنه ده جسم براهو براهو. قوات مسلحة دي حاجة، دعم السريع ده حاجة. الحاجة دي بالمناسبة قد تشوفوها إنه يا والله ما عاطل، والله شغال الحمد لله. هل بيقول عاطل؟ هل أنتم عارفين يا جماعة إنه النقطة دي بالتحديد مشكلة للمواطن السوداني ومشكلة في تحقيق السلام؟ لأنه لا يعقل، لا يعقل إنه تجيب الحركات المسلحة كده بالراحة، لا يعقل إنك تجيب الحركات المسلحة تجيب عبد الواحد تخطه، وتجيب عبد العزيز الحلو تخطه، وتجيب ناس الحركات المسلحة تخطهم تقول لهم يا أخي اسمع أنتم مواطنين، يقول لك هاي وبتحبوا الوطن، يا أخي نحن حندمج قواتكم داخل القوات المسلحة أو الدعم السريع، يسلمون سلاحكم ودايهم يجوك ويسلموك سلاحهم، وبالمقابل الميليشيات الدعم السريع ده هو اللي بيقتل الناس في دارفور، الليل عبد العزيز الحلو وما عارف بيقاتلوا، ما بيقاتلوا الجيش السوداني، بيقاتلوا الميليشيات دي. هل يعقل انه الحركات المسلحة تسلم سلاحها وتجي تخش تحت رحمة حميتي؟ لا يعقل الحاجة دي، والكلام ده حتشوفوه بمرور الايام بالمناسبة. يلا الناس اللي بتقول مدنية، مدنية معناتها شنو يا جماعة؟ مدنية من المسمى بتاعها، كلمة مدنية الزول ده مدني، معناته شنو؟ معناته مواطن مدني. كنا بنتكلم عن دولة مدنية، والدولة المدنية معروفة، انت ساكن قاعدين مكونين دولة، انتوا 20 شخص، 20 شخص، عشان انا اجي اقول دي دولة مدنية مفروض اكثر من 50% يكونوا دول المدنيين، ويكون رأس الدولة هو مدني، دي الدولة المدنية. لكن ما ممكن تجي لي في النقطة ثلاثة تقول لي يرأس مجلس السيادة في 21 شهرا الأولى للفترة الانتقالية، يعني الفترة الانتقالية تكون بأيدي عساكر، دي ما دولة مدنية يا قوى حرية والتغيير. انتوا ذكرتوني بعمر البشير زمان، عمر البشير زماني عنده عبد الحي يوسف بيطلع لي فتوى، فتوى فتوى من الدين بتنفع مع عمر البشير، بتجي لابس عمر البشير زبط، عبد الحي يوسف قد خرج على الحاكم حرام. لكن عبد الواحد عبد الحي ما كان بيتكلم عن قتل النفس، ما كان بيتكلم عن اغتصاب النساء، ديل كانوا تجار السلطان اللي بيفصلوا الدين الاسلامي بما على هوى عمر البشير. الليله ظهروا لنا قوى حرية وتقرير بيصنفوا الدولة المدنية كأنك انت قاعد في ترزي، كأنه الدولة دي فاتوا السوق العربي عن اي ترزي، قال لك انا فصل لنا دولة مدنية بالمواصفات دي، ما دولة مدنية ولا ممكن نطلق عليها مسمى دولة مدنية، دي دولة شراكة، ده اختصام بتاع سلطة بين قوى حرية وتغيير ومجلس عسكري 5+5 مع شنو؟ مع قتلة. فيكم زول ما عارفين انه البرهان وحميتي ده قاتل؟ فيكم زول هل انت متوقع انه الزول القاتل ده يتوب؟ بالله عليك، بالله عليكم انتوا ديل. انت مشيت فتحت لك شركة، انت ده ربنا اداك قروش مشيت تفتح لك شركة، او مش خلي شركة بالفهم البسيط، عندك 100 مليون قلت يا اخي انا ابدا حياتي افتح لي دكان في سوق العربي ولا في ام درمان او في الحله، دكان بتاع مواد تموينيه، وانت عارف في الحله ان عندكم محمد ده حرامي، عارف انت عارف انه محمد ده حرامي، حرامي عديل بتلف البيوت وبيسرق، هل انت حتمشي تجيب محمد وتمسك الدكان؟ ما حتعمل الحركه دي، ما حتعملها، ما حتعملها ليه؟ لانه انت عارف انه محمد ده حرامي، ما ممكن تسلمه دكان وفيه 100 مليون بتجي صلاح تلقى دكان فيه 10 جنيه لو لقيت انت. هل ممكن، هل يعقل انك انت عارف انه فلان ده متحرش ومغتصب بتاع اطفال تجيبه تقول لي تعال درس لي اولادي قران ولا اسلاميه ولا رياضيات؟ لا يعقل، لا يعقل انك تجيب زول تخط تقول لها درس اولادي وانت عارف مغتصب وقاتل، لا يعقل الحاجه دي. هل نحن دارين نبدا دوله مدنيه جديده مع قتله؟ هل ده حيحافظ على ديمانا يا ابو حريه وتقرير؟ لا لا ما حيحافظ على ديمانا. اليوم الناس اللي بتطلع بتهتف الرصاص حيكون مدور، الرصاص حيكون مدور لانه ده قاتل. هل بعدين حنجي لا نحن عارفين انه قاتل من الليله، لكن ده قوى الهبوط الناعمه اللي تكلمت عنها قبل انه ما عندهم مشكله انه يخشوا مع قاتل وانه مختصب، بس انه هم يكونوا قاعدين في السلطه لا اكثر ولا شيء ولا اقل. وبعدين السبب اللي بيخلي انه المجلس العسكري يكون الفتره الاوليه شنو؟ هو قائد للفتره الانتقاليه قوى الحريه والتغيير بتقول الاتي، بتقول انه والله العظيم لانه احنا خاشين في قضايا بتاعت سلام وما عارف شنو، لابد انه قضايا السلام دي يكونوا ماسكينها العسكريين، والحاجه دي خطا، الحاجه دي خطا نهائي، ما كان تحقيق السلام بايدي عساكر.
العساكر ديل مهمتهم اعلان حرب. دي سمعنا بيها، سمعنا انه والله القائد الاعلى لقوات مسلحه يعلن الحرب، دي سمعنا بيها. العساكر مهمتهم الحرب، لكن ما مهمتهم السلام، لانه القضايا بتاعت السلام دي دايره ناس تمشي تقعد تتخاطب تتكلم ما عارف تشوف المشكله. ده ما دي ممكن اي زول مدني يعملها، ما شرط انه تكون عسكري او حريه وتغيير. السلام عمره ما جابوا عساكر، السلام بيجيبوا ناس مدنيين. ده الفهم بتاعهم انه هم يبدو الاول، لا خلونا نمشي ليه. نجي نشوف اختصاصات مجلس السياده وسلطاته. الناس بتقول مجلس السياده هو مجلس تشريفي. خالد سلك عضو حزب المؤتمر السوداني بيقول انه ده مجلس تشريفي، وكل تجمع المهنيين بيقول ده تشريفي. نحن علينا بالكلام المكتوب. يمارس مجلس السياده الاختصاصات والسلطات الاتيه: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحريه والتغيير. يعني رئيس الوزراء بتمشي تفتشه، بتعمل المعاينات قوى الحريه والتغيير. رئيس مجلس الوزراء اذا هو نجح بيشيل ورقته ويمشي الى المجلس السيادي عشان المجلس السيادي يعينه. دي سلطه ولا ما سلطه؟ دي سلطه. احتماد اعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير. دي سلطة، دي سلطة برضه. يعني المجلس التنفيذي أو رئيس الوزراء بتجيبه قوى الحرية والتغيير، لكن ما حياخدوا العقد بتاعه وما حيوقعوا على العقد بتاعه ما لم المجلس العسكري الفوق يحتمدوا أو يقولوا إنه ده الناس كويسين. دي سلطة، دي سلطة بالمناسبة. احتماد حكام الأقاليم أو الولايات، دي سلطة. أيوة، احتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم. يعني المجلس التشريعي ذاته، المجلس التشريعي اللي هو صوت الشعب، ما حيمارس سلطاته ما لم يتم تعيينهم من مجلس السيادة. مجلس السيادة دي ما سلطة؟ دي سلطة. ده أصل لحد هنا، هل دي سلطات تشريفية؟ طيب إذا دي ما سلطات تشريفية، طيب الما تشريف هو شنو؟ دي سلطات. تعالوا للنقطة دي هنا يا جماعة. نحن نتكلم على دولة مدنية، الدولة المدنية معناتها شنو؟ لا سلطة فوق سلطة القانون. أنت مش عايز الحاجة دي؟ أنا ذاتي عايزها. القانون هو السلطة العليا في البلاد. ده نتكلم على الدولة دي، لأنه ما في دولة مدنية بدون قانون. صح؟ صح. شوف أي دولة تلقاها ماشية لقدام بتلقى إنه القانون هو فوق الجميع، فوق رئيس، فوق وزير، فوق كفير، أنت وتحت القانون واحد، ما فيكم أي لعب. لن نشوف نقطة مهمة جدا، هي احتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون. ركزوا في النقطة حقولها تاني. احتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون. من الذي يقوم بتشكيل مجلس القضاء العالي؟ ده السؤال هنا، ده السؤال هنا. هنا بيقولوا انه احتماد تشكيل مجلس القضاء بعد شنو؟ بعد انه مجلس القضاء ده بعد تشكيله وفق القانون. وفق قانون شنو يا جماعه؟ نحن ده القانون بتاعنا بالمناسبه. الفترة الانتقالية لن تحكم إلا بهذا القانون. الفترة الانتقالية الأربع سنة أو الثلاثة سنة، ده القانون بتاعه. ده القانون، دي فترة انتقالية، ده القانون بتاعه. يا تو قانون، إذا أنت طوال المفروض تقول لي وفق القانون واو عشان أنا أفهم. طيب من الذي يقوم بتشكيل مجلس القضاء العالي؟ هل هو مجلس الوزراء؟ لا، لأنه لما نجي بعد شوية في صلاحيات أو سلطات مجلس الوزراء، ما بنلقى مجلس الوزراء عنده أي صلاحيات على القضاء. هل بيتم تعيينه المجلس التشريعي؟ لما نجي نخش في صلاحيات المجلس التشريعي بنلقى إنه مجلس القضاء العالي المجلس التشريعي ما بكونه، بيكون منه. هل سيكون المجلس السيادي؟ دي نقطة مفروض إنه توضح، لأنه بنتكلم على قضاء، قضاء ده ما حاجة سهلة. قضاء معناته محاكمات، معناته استرداد حقوق، معناته قصاص. انت بتقول لي هنا يتم تشكيله،
منو اللي بيتم تشكيله؟ كلام مبهم عشان انت ما تفهمه ولا انا افهمه، والنازل ما اخذيه عشان يكتبوا كلام زي ده بالضروره بمكان انه النقطه دي كتبوها بالشكل ده عشان انت ما تركز فيها ولا انا اركز فيها. لانه بتجي تحت بتلقى انه النازل في نقاط كاتبين فيها بالواضح بالواضح انه المجلس ده يتم تشكيله ب وا وا وا، كلام واضح عربي واضح، لكن هنا التحتيم اللي فيها ده عشان انت عقلك امشي ويجي كان ممكن يكتبوا الكلمه دي واضحه، لانه ده قانوننا في الفتره الانتقاليه بالمناسبه. ده معني انا وانت اختلفنا مدير هنا، ما في قانون غير ده. لما تجي للنقطه واو تحتها بيقول لك احتمال تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. يعني تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا في السودان كلهم ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي اللي هو في النقطة الفوق، أن احنا ما عارفين اللي حيشكلوا منه، ما حيشكلوا مجلس الوزراء صلاحياته ما فيها الحاجة دي، ولا حيشكلوا المجلس التشريعي صلاحياته لن تسمح بالحاجة دي اللي بيشكلوا منه. يا منار انت قاعد خارج السودان عاوز الناس الله، ايه عليك الله يا منار، ناخشيني في الكلام عليك الله، قاعد برا السودان، قاعد تحت الارض، قاعد في المريخ، قاعد في القمر، ناخشيني في الكلام المكتوب هنا يا جماعة. انا خارج السودان ولا داخل السودان ما من حقي اتكلم؟ ما مواطن سوداني بالقانون اللي بيقوله حميتي؟ ناقشوني في الكلام ده، وانا بعد اتم كلامي ده حدي فرصه للناس بالمناسبه، حادي فرصه لاي زول شايف انه الاتفاق ده هل هو نظام برلماني؟ يجي يتكلم يقنعني، احتمال انا اكون غلطان. فبنبقى هنا انه مجلس القضاء العالي ده مبهم، انت ما عارفه. يلا عشان تشوف، يلا شوف النقطه ها اللي ذكرت عليكم احتمال تشكيل مجلس القضاء العالي، بعد تشكيله ما وراك اللي حيشكله منه. في الوثيقه ما مجلس الوزراء ولا المجلس التشريعي، خدتوها مبهمه كده ما قاصدين. دعال الى النقطه، دعال الى النقطه يا زين ح، شوف النقطه دي بقول لك شنو، دعال للنقطه ح، احتمال سفراء السودان في الخارج بترشيحهم من مجلس الوزراء وقبول احتمال السفراء الاجانب لدى السودان يكون ترشيحهم من مجلس الوزراء. هنا حدد لك تحديدا اللي بيكونوا منه مجلس الوزراء في، يعني وضح لك بالنسبه لك ده واضح انت فهمته. السفراء اللي بيجيبوا منه مجلس الوزراء في تحت القضاء فوق خلالك لك مبهمه عشان انت راسك يمشي وي يا ربي. لا هو ما قاصدين كده، لا ده دستور، كلام المفروض يكون واضح لابناء الشعب السوداني. إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع الذي يتكون من مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، والكلام ده حنجي تحت، حنجي تحت حنشوف شنو بالتفصيل. برضو لسه مواصلين في اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته التي لا يمكن بأي حال من الأحوال انه تكون السلطات دي سلطات تشريفيه، دي سلطات بناء دوله كامله. لما نتكلم على قضاء ده دوله، لما نتكلم على حكام الاغاليم دي دوله، دي ما سلطات تشريفيه، دي ما سلطات بتاع استقبال رؤساء الدول الخارجيه، دي سلطات تشريفيه زي ما بتعمل الملكه في بريطانيا. الملكه في بريطانيا بتستقبل رؤساء الدول الخارجيه، لكن دي صلاحيات لا يعقل انه تكون دي صلاحيات تشريفيه. يا 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 قوى الهبوط الناعم، يا قوى التسوية، يا قوى الخيانة. طيب نشوف النقطة لام واو، دي نقاط وضعت بالتحديد لأعضاء النظام السابق، دي نقاط وضعت لعمر البشير ونافع علي نافع وكرتي، شفت الناس اللي قتلونا واغتصبونا، النقطتين دي في مجلس السيادة خاتمينه له. أول حاجة النقطة لام، النقطة لام المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية. يعني أي قرار بإعدام أي شخص من الأشخاص طول الفترة الانتقالية الثلاثة سنة دي لا يجاز،
ما لم يوقع عليه شنو؟ المجلس السيادي. المحتاجين يعدموا في السودان منه، القضايا منه ممكن تترفع في اشخاص توديهم الى حبل المشنقه. عمر البشير في قضايا لو اترفعت عليه كل الدلائل كل المؤشرات ده بيوديه الى الحبل بتاع المشنقه. اعضاء المؤتمر الوطني كلهم نافع لنافع، اخوان عمر البشير، علي عثمان، محمد طه، ديل كلهم كانوا بيدعوا الى قتل ابناء الشعب السوداني، وعليهم قضايا اي محامي او اي محامي يرفع قضيه لو في سنه اولى ممكن الناس يمشوا الى الحبل بتاع المشنقه. كل الدلائل قاعده، كل الاحترافات قاعده هنا. لا يمكن انك انت تمرر امر بتاع اعدام الا بموافقه المجلس السيادي. والاكثر من كده سلطه العفو عن المدنيين واسقاط العقوبه او الادانه وفق القانون. يعني نتخيل انه القانون كان نزيه، نتخيل انه كلام ده كله كان كلام غلط ما صحيح، القضاء حيكون نزيه وحتترفع قضايا في عمر البشير، وعمر البشير حيمشي في القضاء وحتترفع عليه إبادة جماعية وقتل المتظاهرين والتصريح انه قتل. انا عمر البشير مصرح انه ارتكبوا إبادة جماعية، نقول انه مشوا عمر البشير حكموا عليه بالإعدام، ونقول انه بس المدنيين مرروا القرار بتاع الإعدام، ممكن يطلع البرهان وممكن يطلع أعضاء المجلس السيادي العسكري عفو عام على كل أعضاء المؤتمر الوطني، اسهبوا فأنتم طلقاء بالوثيقة دي. ممكن ما بتقدر تتكلم بعدين. ليه يا أخي طلعت عمر البشير؟ يا أخي عمر البشير ده قتل الناس نافع علي نافع، ده قانون، ده وثيقة أنت وقعت عليها يا أبناء الشعب السوداني، يا الناس اللي بتطلع وبتفرح وبتصفق وبتقول مدنية وأنت ما قريت. اقرأ قبل ما تفرح ولا تزعل، لأن الثورة دي ماتوا فيها ناس، اغتصبوا فيها نساء. ما سمحت أصوات النساء تم اغتصابهم في القيادة العامة؟ ما سمحتها؟ ما مرض عليك؟ دين نساء سودانيات تم اغتصابهم وضاع الشرف بتاعهم عشان تحقق المدنية. أقرأ، ما تكون تابع إلى أي مكون سياسي أو لأي حزب من الأحزاب، ده مصيرك، دي دولتك، دي بلدك. بنجي هنا بنلقى انه رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة دي مهمة للمجلس بتاع السيادة، ما مهمة للسلطة التنفيذية، لانه لما تجي الى السلطة التنفيذية حتلقى العبارة المكتوبة باللغة العربية تختلف، انه دي ما مهمة اساسية لمجلس الوزراء. يعني رعاية عملية السلام مسؤولية مباشرة الى المجلس العسكري. نجي هنا ليه النقطة 3، تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بالأغلبية ثلثي أعضاء المجلس السيادي. ركزوا في النقطة دي، ثلثي. نحن نتكلم على مجلس السيادة 5 مدنيين و5 عسكريين، وفي زول في النص واحد قالوا إنه هو مدني مستقل، ولحد أسي يعني إحنا ما عارفين منه ولا عارفين انتماءه لأي طرف. هل انتمائه الى ابناء الشعب السوداني، ولا انتمائه الى المجلس العسكري، ولا انتمائه الى النظام السابق؟ بنتكلم على مجلس سيادة يتكون من 11 شخص، ثلثي الاعضاء معناته 8 اشخاص. 8 ثلثي، رياضيات امشي اقسم اضرب 11 في 8 بتلقى انه الثلثي هم عبارة عن 8 اشخاص. يعني اي قرار مفروض المجلس السيادي يمرره او يطلعه لابد انه عدد 8 اشخاص يوافقوا على القرار ده. تمام، بفهم تاني، منو الليلة محتاج انه هو يطلع قرارات؟ منو؟ المجلس العسكري ما محتاج انه يطلع قرارات. المجلس العسكري ممكن يبدأ بالدولة دي كده البرهان الحميد ممكن يبدو بيها كيزانو حبايبه، دولة عميقة حبايبه، كتائب ظل ناسه، الحركات الطلابية الحركات الطلابية المسلحة حقتهم، كطايب الظل اخوانهم. من الليله المحتاج انه يصفر العداد بتاع دوله السودان؟ خد في بالك انه نحن دوله السودان قلت انه هي عباره عن عربيه ماشيه 30 سنه. من الليله المحتاج انه دوله العربيه دي يصفر العداد بتاع 00؟ نحن المحتاجين، لانه الدوله بسياسه التمكين نحن محتاجين انه نطلع قرارات عشان شنو؟ عشان نصلح الدوله.
اي قرار من القرارات، ناخذ مثال بسيط لشكل بتاع قرار، اي قرار سياسي، اي قرار جينا نحن في مجلس السياده، نحن خمسه مدنيين وديلك الخمسه عساكر وفي واحد في النص، خذ تفاءل انه الشخص ده ينتمي الى مطالب الشعب السوداني. يعني احنا سته مدنيين، سته مدنيين وديلك قاعدين، جينا في قرار ضل المطلع. القرار هو شنو؟ القرار هو انا جيت، انا مسحت بني انه انا قاعد في مجلس السياده، جيت والله يا جماعه من مطالب الشعب السوداني رجوع القوات باليمن. انا قاعد سمعت الشعب السوداني ده يحقق مطالب شعبي، نحن ما مرتزقه يا جماعه، نحضر نطلع قرار بتاع انه ارجاع القوات المسلحه القاعده في اليمن. تمام، قرار كويس، مش ده مطلب شعب، ده مطلب شعب. عشان القرار ده يمر نحن دارين 8 اصوات، ما ده قرار بيهمنا. المجلس العسكري قرار زي ده ما بيهمه، ليه؟ لانه الكفيل بتاع المجلس العسكري اللي بيديه كاشات السعوديه والامارات، ما ده يطلع قرار زي ده. طيب نحن هيا مع الموافق على رجوع القوات من اليمن يرفع يده، نقول انه نحن الخمسه مدنيين كنا مدنيين شرفاء، شرفاء ما فيهم اي تخوين، ونقول انه العضو في النص بيناتنا ده وقف معانا، بقينا سته. القرار لن يمر، القرار لن يمر. اي قرار خدته في بالك ده انت تمرره عشان تعدي الدوله من مجلس السياده، ما لم تتحصل على 8 اصوات وانت عندك خمسه بس، انت عندك سته، حنجيب الشخصين ده من وين؟ وخذ في اعتبارك انه المجلس العسكري اقرب انه هو يمرر قراراته. المجلس العسكري لو بدا كده بس بدون اي قرارات البلد معاه كويسه. المجلس العسكري ده القرارات اقدر اطلعها حميدتي شنو؟ ما عنده اي قرارات. الدوله دي كده نافعه معاه. سرقة في سرقة، في اغتصاب، في قتل، في ما عارف ناس منتفعين، في ناس مطبلاتية، ده نافع معاه. نحن المحتاجين نصفي العداد ولن نقدر نمرر. يعني ده الخمسة مدنيين اللي نحن جايبينهم ديل، ديل خمسة مدنيين عبارة عن كراسي، لن يقدروا انه يمرروا اي قرار، اي قرار في مصلحة الشعب السوداني في وجود المجلس العسكري ده. بتصدر قرار المجلس بالأغلبية الثلثية، هي عبارة عن 8، فهمت الثمانية دي معناها شنو؟ فهمتوا ثلثي الأعضاء دي معناته شنو؟ عشان كده زمان تتذكروا كنا بنقول إنه مفروض إنه تكون الأغلبية للمدنيين. الكلام ده قعدنا وتكلمنا فيه ونبحنا والله بالمناسبة، إنه نحن أقلاها إنه يكون المدنيين 8، لكن أنت خطيت هنا قرار بتاع ثلثي الأعضاء. يعني حميدة والبرهان ده ما أخبيه بالمناسبة، الناس دي لاعبين سياسة والله بالطريقة اللي كتب الكتاب ده. حميدة والبرهان والله لاعبين سياسة من 10 أبريل بالطريقة اللي كتب الكتاب، عارفين إنه كده أنت ما حتقدر تمرر أي قرار. أنت حتكون قاعد في مجلس السيادة، عندك عربيتك، عندك امتيازاتك، تمشي البيت. عضو المجلس السيادي مشى، عضو المجلس السيادي عضو المجلس السيادي اجتمع، عضو المجلس السيادي حضر احتفال، حنبقى يا غوال حرة حتبقوا عبارة عن حسن طرحة قاعد ياكل ويسرق وصم بكم من عميون، ما حتقدروا تمرروا اي قرار بالكلام اللي انتم كتبتوه ده. ده اذا قلنا انكم انتم الخمسه بالسادس ده وطنيين قيورين، والحاجه دي صعبه لانه القوه بتحت الهبوط الناعم اقرب الى المجلس العسكري، اقرب الى المجلس العسكري من امن الشعب السوداني. هل دي دوله مدنيه؟ هل دي دوله مدنيه؟ انا اتبشر خيرا بدوله مدنيه زي دي؟ لن اتبشر خيرا، وحاطلع اوصل المعلومه دي لاي زول سوداني عشان يعرف شروط عضويه مجلس السياده. يشترط في رئيس وعضو مجلس السياده ان يكون سوداني الجنسيه بالميلاد ولا يحمل جنسيه دوله اخرى، ان لا يقل عمره عن 35 عاما، ان يكون من ذوي النزاهه والكفاءه، ان لا يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمه مختصه في جريمه تتعلق بالشرف او الامانه او الذمه الماليه. عشان اكون صادق وعشان اكون بوصل في معلومه صحيحه، لن اتكلم عن شروط عضويه مجلس السياده حتى ولو انا عارف انه اعضاء مجلس السياده هم ممنوع. انا عارف اعضاء مجلس السياده فيهم شخصيتين او ثلاثه انا عارفهم هم ممنوع،
لن اتكلم سانتظر لحد ما شنو ما هم يعلنوا الاسامي بتاعتهم لحد ما يعلنوا اساميهم، لانه في واحد من اعضاء مجلس السياده الذي ينتمون الى الـ الى الـ الى الى المجلس العسكري ليس من ذوي النزاهه وليس من ذوي الكفاءه. في واحد ما هاذكره من اعضاء المجلس العسكري لا يتمتع بالنزاهه ولا يتمتع بالكفاءه، لا يتمتع بالكفاءه، ولا لو طالبناه بشهادات ممكن يجيبها، ولو طالبناه بشهاده بتاعت اساس ما حيقدر يطلعها. هم ده الكلام ده مكتوب كده، الاتفاق حيجي عضو مجلس سياده لا عنده شهاده، لا بيعرف يكتب، لا بيعرف يتكلم، ولا عنده شهاده بتاعت روضه اصلا، شهاده بتاعت روضه ما عنده. ده حاذكره لحد ما هم يطلعوا ويعلنوا الاسامي بتاع مجلس السياده، حتى لو انا عارفه، بس عشان اكون واضح وصريح وعشان ما اتكلم على حاجه في حكم الغيب. ان يكون سوداني الجنسيه بالميلاد ولا يحمل جنسيه دوله اخرى، برضو انا ما حاتكلم عن النقطه دي. جاي عضو يا شعب، جاي عضو مجلس السياده جنسيته ما سوداني، دي مش قالوا شروط عضويه مجلس السياده، جاي احد اعضاء المجلس السيادي ما سوداني، ما سوداني عديل كده، عديل كده بالاوراق بالدلائل بالادله يا اخوان الحريه والتغيير، جاي واحد ما سوداني. والايام بيناتنا وقعوا اتفاقكم ده وورونا مسمياتكم بتاع اعضاء المجلس العسكري، بعد ذلك كل حادثنا الحديث ولكل زمان مقال. انا ما حتكلم عن بتكلم عن اعضاء مجلس السياده، اعضاء مجلس السياده، انا بتكلم عن اعضاء مجلس السياده. دي هنا شروط، شروط تطبق على كل ابناء الشعب السوداني. في زول جاي والله لا عنده نزاهه ولا عنده كفاءه ولا عنده شهاده ولا عنده شهاده بتاع التسليم، ما عنده. يا مهدي خلي الايام بيناتنا، هسه انا ما ذكرت اسمه، انا ما ذكرت اسمه ولا تبليت، لكن جاي والايام بيناتنا والايام بيننا ولا ايام بعيده، نحسن لحد يوم 20 اوغست او 20/8 الشخصيه دي حتجي. برضو في النقطه الرابعه، النقطه الرابعه في شروط مجلس السياده، ان لا يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمه مختصه حددت لك. المحكمه المختصه شنو؟ في جريمة بتاعت شرف، في جريمة تتعلق بالشرف، أول دي غاب مختصة تتعلق بالشرف، شرف حددت لك بالمسمى، القضايا ما كثيرة، قالت لك ما يكون مختص في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية. طيب ليه؟ طيب إذا جاء واحد هو عنده جريمه بتاعت اباده جماعيه ممكن يخش عادي زي الزبادي، بيفهم اللام هنا حددت جريمه تتعلق بالشرف، امانه، ذمه ماليه. طيب القتل يا هو حريه وتغيير، طيب الاباده الجماعيه تخش معاك في مجلس السياده عادي. برضو جات لك في فقدان عضويه مجلس السياده، فقدان عضويه مجلس السياده، الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف، حددت لك تاني شرف، زول اغتصب لي واحدة ده نحن نعتبره ده شرف، زول تحرش لي بواحدة ده بنعتبره شرف نحن، أمانة، زول ادوك رش سرقة دي أمانة، زول شغال في شركة اختلسها دي أمانة، ذمة مالية، قروش مختلس خاش لي في شيكات دي ذمة مالية. ليه ما تكلمنا عن عباده جماعيه؟ ليه؟ ما جرائم، مش احتمال زول يجي هو بتاع عباده جماعيه؟ احتمال. ليه ما حددت النقطه دي بالتحديد؟ حددت بالتحديد بجريمه تتعلق بالشرف والامانه. فرضا جيت انا فتحت بلاغ في واحد من الناس اللي هم متهمين بعباده جماعيه. فرضا ناخذ سيناريوهات ماله. انا اللي قدامكم ده جيت فتحت بلاغ في واحد من اعضاء مجلس السياده العسكريين اللي هم الحقيقة هيكونوا جزء منهم عندهم
إبادة جماعية، ما حيجونا شرفاء، ما حيجونا شرفاء الجيش السوداني، صح؟ صح. واحد منهم متهم بإبادة جماعية، تمام؟ أنا ده مشيت فتحت بلاغ إنه والله زول عمل إبادة جماعية في دارفور وقتل نساء واغتصب نساء. نقول برضو القضاء كان قضاء مستقل. الزول جا وقف قدام القضاء وأحكم، فعلا ثبتت عليه الجريمة بتاعت شنو؟ بتاعت الإبادة الجماعية. وهو أحد أعضاء مجلس السيادة. وضعه في عضوية مجلس السيادة شنو؟ ممكن يواصل عادي زي الزبادي. زي ما يقولوا شبابنا في مدرمان، عادي زي الزبادي. الجريمة دي ما جريمة بتاعت شرف، ولا جريمة بتاعت كان من باب أولى، كان من باب أولى إنه يخطوها يفقد الإدانة بحكم نهائي من أي محكمة مختصة. لأنه الجرائم كثيرة لا تتعدد، أنت ما تحدد لي في شرف وأمانة واغتصاب، ما تحدد لي في كده. ده كان الأولى إنه تقول والله الإدانة بحكم نهائي من أي محكمة مختصة. دي نقطة سطر جديد. ليه؟ لأنه الدولة المدنية هي دولة صلاحية دولة القانون. طيب نجي لمجلس الوزراء الانتقالي. هنا في مجلس الوزراء، هنا في مجلس الوزراء يا شباب خدتوا في بالكم انه هنا بعد ده حتصهر هل النظام ده نظام رئاسي ولا نظام برلماني، تمام؟ هل هو نظام رئاسي ولا نظام برلماني؟ يعني شنو؟ هل السلطات اغلبيتها بايدي المجلس التشريعي ولا لا؟ هل اي قرار بمر لابد انه ياخذ الكونفير من المجلس التشريعي؟ المجلس التشريعي ده المفروض يكون هو مجلس الشعب، ابناءنا، خيلاننا، اعمامنا، ناس بيمثلونا. هنا حتصهر في اختصاصات مجلس الوزراء. تكوين مجلس الوزراء، يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 من كفاءات وطنية مستقلة. الكلام ده هنا كلام ممتاز وكلام سمح وكلام عاجبني. نستنى لحد يوم توقيع الاتفاق، وهل حنشوف انه فعلا كل اعضاء مجلس الوزراء حيكونوا هم كفاءات وطنية مستقلة ولا كفاءات وطنية حزبية؟ وخدتوا في بالكم يا ابو حرية وتغيير، نحن في دولة السودان ما في حاجة تدسة، ما في اي حاجة تدسة. جبتوا لينا رئيس وزراء حزبي، حتى لو حزبي من الروضة بنعرفه، والله بنعرفه. نخلوا الأيام بيناتنا نشوف هل مجلس الوزراء هو كفاءات وطنية مستقلة ولا خليط بين مستقلة ولا حزبية. نشوف، نخلي الأيام بيناتنا، ما حتكلم، عارف الناس اللي شكلهم حيكون شنو؟ ما بعلم القيد. لحين احتكيت بالأحزاب السياسية كثير جدا بالمناسبة، يعني الأحزاب كلها احتكيتها بطريقة يعني عرفتهم إنه ما بقدموا حاجة لوجه الله، حاجة كده لوجه الله ما في. أي حاجة بيقدموها ليه عندها مقابل. بالتشاور يعينهم رئيس الوزراء، لحد هنا كويس، من قائمة مرشحي إعلام الحرية والتقرير، ويحتمدهم مجلس السيادة. كده وضحت ليه إن تكوين مجلس الوزراء بيختارهم قوى الحرية والتقرير، لكن الورقة بتاع تعيينهم لازم تمشي فوق لمجلس السيادة. يعني كل صلاحيات او احتماد مجلس الوزراء لازم يطلع الى فوق الى مجلس السيادة. ده نظام رئاسي، ده ما نظام برلماني. لو نظام برلماني كان يقول لك انه تكوين مجلس الوزراء يمشي لوين؟ المجلس التشريعي او الى اي سلطة تانية. لا، يمشي لك لفوق لمجلس السيادة. كده وضحت لك انه المجلس العسكري الفترة بتاعت 4 شهور كان مصر على مجلس السيادة، لانه هو عبارة عن الزبدة، هو عبارة عن الزبدة بتاعت الدولة، هو عبارة عن مفتاح كل الدولة، مفتاح أي سلطة، مفتاح قاعد في المجلس السيادي فوق. عدا 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 وزيرين، وزير الدفاع والداخلية، الذين يرشحه الذي يرشحهم المكون العسكري بمجلس السيادة. ده هنا في استثناء. الدفاع والداخلية بيعينهم شنو؟ المجلس شنو؟ العسكري، تمام؟ وبالضرورة إذا بيكون بيعينوا المجلس العسكري إنه ياخدوا تعليماته من وين؟ من المجلس العسكري. يعني في وزارتين، الدفاع الدفاع والداخلية بيعينوا المجلس العسكري، أن إحنا عارفين إنهم هم بقايا النظام السابق،
تعليماتهم بتجي من ذلك من المجلس العسكري تحديدا، ولا هنالك اي سلطه الى المكون المدني القاعد داخل مجلس السياده، ما عنده اي تعليق على وزاره الدفاع ووزاره الداخليه. ودي مؤسسات وطنيه محتاجه الى هيكله، الدفاع محتاج الى هيكله، الداخليه محتاجه الى هيكله. انت خطيت الهيكله بايدي منه؟ بايدي بغايا النظام. يعني انت اديت بغايا النظام السابق المتمثله في المجلس العسكري، اديتهم وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، عيشوا فيها فتاذا. ولا رئيس الوزراء اللي هو حيجي عنده اي سلطه على الوزارتين دي، ولا المكون المدني الخمسه مدنيين بتاعيننا ما عندهم ولا سلطه على الوزارتين دي بالتحديد. تختار قوى اعلان الحريه والتقرير رئيس مجلس الوزراء، تختار اختيار ويعينه مجلس السياده. دائما شوف في صلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي، شوف دائما انه السهم بتاعي دي بوديك لفوق، بوديك لشنو؟ الى المجلس الرئاسي. الدوله الرئاسيه هي دوله هرميه، كل السلطات بتمشي الى فوق. دي الدوله الرئاسيه، عمر البشير كان سلطه رئاسيه، كل السلطات بيد عمر البشير كلها بتمشي فوق. يعني لما نتكلم على النظام بتاع النظام النظام بتاع عمر البشير، بتلاقي انه السلطه القضائيه تعليماته من فوق عمر البشير، السلطه التشريعيه فوق عمر البشير، السلطه الوزراء فوق عمر البشير. ده النظام الرئاسي، ده ما نظام برلماني. لكن كاتبين له لك هنا هو تدليس على ابناء الشعب السوداني انه دي دوله مدنيه وده نظام برلماني. نظام برلماني السلطه بيد الشعب، السلطه ما بيد الشعب. شوف برضو النقطة دي مهمة جدا، تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام منه؟ أمام المجلس التشريعي الانتقالي. يعني المجلس الوزراء الرقابة عليه وشنو؟ رقابته اللي بيتحكم في أداء المجلس بتاع الوزراء منه؟ مجلس التشريعي. دي السلطة الرقابية عليه. نتوقع انه لما نمشي لقدام، ما هو نظام برلماني، نتوقع انه نمشي قدام نلقى في سلطات المجلس التشريعي شنو؟ انه هو رقابة على المجلس السيادي، مش كده؟ مش الدولة البرلمانية، مجلس الوزراء اللي بيحاسبه منه؟ المجلس التشريعي. طوالي دي كده خطوة ممتازة. بالمقابل ما هي سلطة برلمانية، هي سلطة شنو؟ سلطة الشعب، مش هما بيقولوا بريطانيا؟ طيب اديكم مثال بسيط في بريطانيا. كلكم عارفين انه بريطانيا عندها البرنامج بتاع البريكزيت، الخروج من الاتحاد الاوروبي، صح؟ صح. بريطانيا عندها المملكة، عندها الملكة، الملكة اليزابيث. الملكة اليزابيث ما عندها اي شغلة بالقرار بتاع شنو؟ بتاع الخروج من الاتحاد الاوروبي. القرار بيجي من وين؟ القرار بيجي من شنو؟ من المجلس التشريعي. يعني تلقى الليله جلسات المجلس التشريعي اللي هو بيمثل ابناء الشعب البريطاني، تلقى القرار ده يمشي من هنا، تمشي من هنا، فهمت؟ بتلقى القرار ده بيطلع من هنا، ما بيطلع من فوق، ما بيطلع من، ما بيمشوا لشنو؟ للملكه، صح؟ ده مثال بسيط فيه، ده مثال بسيط في شنو؟ في بريطانيا. تمام، خلونا بنلقى انه المجلس الوزراء بيمشي لشنو؟ المجلس التشريعي. تعالوا نشوف اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء. تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، العمل وشوف قبيل لما جينا الى لما جينا ل ل ل ل ل لما جينا لصفات اختصاصات مجلس السيادة، بنلقى شنو؟ بيتكلم على امر السلام. هنا بنلقى شنو؟ العمل على عمل المجلس الوزراء بيعمل، لكن ما هو الراعي بتاع السلام ولا هو المتبني القضيه بتاعت السلام. ابتدار المشاريع والقوانين، ايوه دي هنا اختصاصات السلطات اللي هي برضه بتتعارض مع شنو؟ بتتذكروا هنا، بتتذكروا في النقطه بتاع قمت قلت لكم احتمال تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله، دي واحده من صلاحيات مجلس السياده اللي هو ما تشريفيه. بيقول لك انه مجلس القضاء، احتمال تشكيل مجلس القضاء بعد شنو؟ بعد تشكيله وفق القانون.
وجينا قلنا انه مجلس القضاء اللي بيشكله منه؟ هل بيمشكله المجلس بتاع الوزراء؟ ده حنشوف صلاحيات مجلس الوزراء، معلش حقرأ، تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، ابتداء مشروعات القوانين، وضع الخطط والبرامج السياسية، تشكيل المفوضات القومية، المفوضيات القومية، تعيين وإحفاق قادة الخدمة المدنية، الإشراف على إنفاذ القانون، إصدار اللوائح المنظمة لأعماله. طيب من الذي يشكل مجلس القضاء العالي؟ على حسب الوثيقة اللي وقعوها دي ما من صلاحيات مجلس الوزراء. احتمال أكون قلطان، نمشي إلى المجلس التشريعي، احتمال تكون دي شنو من صلاحياته. طيب معم أيوة، دي هنا نقطة، دي في شروط عضوية مجلس الوزراء كلها، دي ما عندنا فيها مشكلة. تعالوا إلى النقطة، شروط عضوية مجلس الوزراء دي البند 16 النقطة 2، مع مراعاة، هنا في استثناء، هنا في استثناء، استثناء لشخصية، لما أقولها أنتوا هتعرفوا الشخصية الجاية منه، صح؟ عشان كده أقول لكم إنه الوثيقة دي المفروض تكون واضحة بحيث إنه أنت تفهم الكلام اللي أنا قصده شنو. ركزوا معي في النقطة 2، والناس تتوقع لي، يعني أنا بتكلم هنا، الناس تتوقع لي إنه الاستثناء ده عاملينه عشان منه. مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة، هنا شروط عضوية مجلس الوزراء إنه يكون سوداني بالميلاد، نزاهة وكلام كثير، لكن هنا عاملين لك استثناء. قال لك إنه في الفقرة ألف واحد ألف من هذه المادة يشترط في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل أن لا يحمل جنسية دولة أخرى، ويجوز الاستثناء من هذه الشروط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتقرير لرئيس الوزراء بالتوافق. منو هنا قوى الحرية والتقرير عامل استثناء بيقول إنه عضو مجلس الوزراء ده إنه يكون سوداني بالميلاد، لكن قالت لك في استثناء، يجوز إنه يحصل استثناء لوزارات معينة، رئيس الوزراء، وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. من الزول الجاي في رئيس الوزراء؟ كلنا عارفين إنه في تحليلات إنه جاي حمدوك، صح؟ صح؟ كلنا عارفين إنه حمدوك جاي كرئيس وزراء، دي صرحوا بها قوى الحرية وتغيير، وصرح بها تجمع المهنيين إنه حمدوك جاي رئيس الوزراء. حمدوك هو عبارة عن شنو؟ حمدوك عبارة عن شخصية عنده جواز من دولة أخرى. هنا حاملوا لك لاستثناء عشان تشوف إنه هو عبارة عن الشغل ده كله، عبارة عن هو قميص بيفصلوا فيه من أحزاب الهبوط الناعم، ومن أحزاب شنو؟ ومن المجلس العسكري، بمعدل الشراكة، بمعدل التسوية، بمعدل إنه نحن نتكلم عن إسقاط نظام، لا سقط النظام، ده يقول لك النظام سقط، لكن النظام ما سقط. طيب فقدان عضوية مجلس الوزراء، يفقد رئيس أو عضو مجلس الوزراء منصبه لأي من الأسباب التالية: استغالة رئيس الوزراء وقبولها من مجلس السيادة، طوالي فوق، شفت ده النظام الرئاسي، طوالي النظام الرئاسي أي تكليف أو أي مهمة طوالي أنظر إلى فوق. استغالة رئيس الوزراء قبولها من منه؟ مجلس السيادة. استغالة الوزير وقبولها من رئيس مجلس الوزراء بعد شنو؟ احتمالها من مجلس السيادة، فوق نظام رئاسي. إحفاء الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء واحتمالها من مجلس السيادة. سحب الثقة من، يعني حتى المجلس التشريعي ممكن يسحب الثقة، هنا يا دوب ظهر لك المجلس التشريعي إنه سحب الثقة ممكن من المجلس التشريعي. الإدانة بحكم نهائي، المرض، فقدان في حالة خلو منصب، مثلا منصب رئيس وزراء عيان يتوفى، حصل له ظرف يتنازل، يقوم المجلس التشريعي الانتقالي إنه يعين رئيس جديد، لكن بعد شنو؟ فوق طوالي اعتماده من مجلس السيادة. شوف إنه البرهان وحميدتي كانوا لاعبين صح جدا، وكانوا نقطة حوار في كل الفترات على المجلس السيادة، وقدر المجلس العسكري الحالي يحقق كل مطالبه. النظام ده نظام رئاسي، ده نظام رئاسي، كل السلطات بمصدر الوثيقة، ده كلام ما جبته أنا ولا كلام أنا جبته من رأسي، ده كلام وثيقة تم توقيعها يوم السبت، أو الوثيقة دي أنا مطلعها من جايبة من صفحة حزب المؤتمر السوداني، يعني دي صفحة المؤتمر السوداني.
وثيقة مكتوبة ليخشوا أبناء الشام. ده ما نظام برلماني، ده ما نظام برلماني، لأنه سلطات المجلس التنفيذي طوالي فوق المجلس بتاع السيادة، المجلس بتاع المجلس التشريعي جاي إنه السعي، حتلقى برضو إنه سلطاته فوق، لكن الوثيقة ما ورتك إنه منو اللي عنده سلطة على مجلس السيادة. هل فيصل عنده سلطة مطلقة؟ ما في، ما في. دي دولة مدنية، دي ما دولة مدنية، دي دولة شراكة عسكرية مدنية، بحيث إنه القوة والسلطات بعيد المجلس العسكري. نحن كأنك يا زيد ما قزيت. طيب الناس اللي ماتت تنازلوا عن دمائهم بأي تنازلوا عن دمائهم بالتوقيع، ده تنازل عن الدماء لا أكثر ولا أقل، وده شراكة مع النظام ذاته. عمر البشير قاعد، عمر البشير تغير خلاص، عاش من العمر عتية بعد دي مرحلة الكيزان، لكن هم قاعدين بالسلطة دي. ده مجلس السيادة حظر الترشح، ده دي كذا انا شوف تاني في شنو مش هيدا شنو. طيب نحن سمعنا الكلام ده كله، فهمنا كالآتي انه في وزارتين، وزارة الدفاع وزارة الداخلية، دي انت ما عندك اي شغلة بيها، دي شغلة العساكر. تمام، فهمنا انه نحن كنا بنتكلم عن هيكلة الدعم السريع، ظهرت انه الدعم السريع والقوات المسلحة بين كيانين اي واحد مختلف. تمام، نجي نتكلم عن ال 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 الحصانة الإجرائية. طيب انت كمواطن ممكن تعرف، ممكن تعرف انه مثلا انا عندي حصانة ولا لا، يعني ما الا انا اكتب لك انك انت عندك حصانة ولا لا. تمام، القانون هو عبارة عن شو؟ القانون الدولة المدنية بتتكون من انه الفصل بين السلطات، اي سلطة مختلفة. تمام، القانون مفروض الى قوة تساعدك على انك انك شنو تنفذ القانون. يعني مثلا اي محكمة او اي قاضي طلع قرار، القرار ده هل القاضي حيمشي ينفذه؟ لا، محتاج الى قوة انه تمشي تنفذ لك القرار. يعني بتذكروا في بداية الثورة طلع قرار بالقبض على صلاح قوش، صح؟ كلكم عرفتوا الخبر ده. فات وكيل النيابة لبيت صلاح قوش، لقى انه صلاح قوش عنده عربات مدرعات جهاز امن، او في عربتين بتاع عندوش، منعت تنفيذ القرار. يعني السلطة القضائية مهمتها انه تطلع القرار، لكن في سلطة تانية مفروض انه هي تنفذ القرار. تمام، عشان تعرف انه انا عندي حصانة ولا ما عندي حصانة كده. ده كلام بيننا وبينكم، تخيل انك انت ما بتعرفني، ما بتعرفني وقال لك وما عارف انه انا عندي حصانة، لكن عرفت من ناس الحلة، من ناس الحلة عرفت انه انا عضو مجلس السيادة، عرفت انه انا عضو مجلس السيادة، دي الحاجة اللي عرفتها، عرفت انه انا في يدي جهاز الامن والمخابرات كله في يدي ياخد تعليماته مني، وعرفت انه انا عندي القوات المسلحة في يدي، وعرفت برضه انه انا عندي شنو؟ انه انا عندي الدعم السريع بطريقة او مباشرة، انا عندي حصانة، لانك انت ما حتقدر تطلع قرار وما حتقدر تقبضني. القرار ده حيطلع القبض على فلان الفلاني اللي هو انا، حاضرب الى قوات الدعم السريع، تعالوا احموا البيت، ما حقدر ارد القرار بتاعي. تمام، يعني موضوع السلطة الحصانة ما الا تكون حصانة مكتوبة، ما الا تكون حصانة مكتوبة انه والله فلان عنده حصانة، شوف فلان ده صلاحياته شنو ونقاط القوة اللي هو ماسكها شنو، بتعرف انه عنده حصانة ولا ما عنده حصانة، ما الا تكون مكتوبة. انا زول ماسك جهاز الامن والمخابرات وماسك الدفاع وماسك الجنجويد، منو اللي حيقدر يحاسبني؟ منو؟ منو الليلة؟ أي قاضي حتى لو القضاء كان قضاء نظيف، منو اللي بيقدر يحاكمني؟ منو؟ ما في بيقدر يحاكمني. وخد في كمان إنك أنت اديتني الجيش والدعم السريع، سلمتني له، أصلح فيه زي ما أنا داير، أجيب ود عمي، أجيب ود خالي، والله خلال أسبوع أخلي لكم الدعم السريع ده كله من أهلي، خلال أسبوع بس، والله أجيب أهلي كلهم يوم الحج ما يقبضني. هنا بيتكلموا عن الحصانة، لكن برضو قالت إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، لحين، لأن المجلس التشريعي سيتكون بعد مرور 90 يوم من شنو؟ من التوقيع على الاتفاق. ما عارف السبب بتاع تأخير
المجلس التشريعي ل 90 يوم شنو لحد اسقوا الحريه والتخيير ما ورد. هل انت اسي انت ناس بتحضر هنا، هل انت عارف انه ليه المجلس التشريعي سيتم تاخيره الى 90 يوم؟ انت عندك معلومه؟ انت مواطن مفروض تكون عارف بالمناسبه، انت كمواطن شريك في الثوره دي بالمناسبه، يعني حتى لو ما طرحت مواكب انت شريك بالدعم، شريك بانك انت واقف في الثوره. انت عارف انه ليه المجلس التشريعي مؤجلينه 3 شهور؟ ما في سبب مقنع عشان انه انا اعرف، ولا انا شايف انه في سبب مقنع انه عشان الحاجه تتكون. طيب الى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانه من اختصاص المحكمه الدستوريه الجبال. جيت قلت لكم انه المحكمه الدستوريه اللي بيشكلها منه ما في سؤال معروف، واحد يجي يقول لك والله بيشكلها مجلس الوزراء. صلاحيات مجلس الوزراء ما عنده صلاحيات على القضاء، دي صلاحيات اللي هم كتبوا اتفقوا عليه انه ما عنده صلاحيات على القضاء. دي لا لا، ده صلاحيات المجلس التشريعي. المجلس التشريعي جايين الى صلاحياته، هل حنشوف عنده اي سلطه على القضاء ولا لا؟ حتلقى انه ما عنده سلطه على القضاء. يعني متكلم على انه تشكيل قضاء عالي وما معروف اللي حيشكله منه. نجي نشوف هنا المجلس التشريعي. المجلس التشريعي الانتقالي هو شنو؟ شوف التعريف هنا، ده التعريف المكتوب يا جماعه. الكلام المكتوب ده هنا كلام ما اي كلمه مكتوبه عندها معنى بالمناسبه، لانه بعدين الوثيقه دي سيوقع عليها منو؟ كل دول العالم حتكون حاضره للاتفاق، كل الدول ممثلين من الاتحاد الافريقي، من دوله اثيوبيا، من الاتحاد الاوروبي، من دول امريكا، ناس حيكونوا قاعدين على الاتفاق ده. يعني ده اتفاق انت زي يعني ده اتفاق بتاع شهود قاعدين والله في عند الاتفاق اللي حصل. هنا معرف لك المجلس التشريعي، بيقول لك المجلس التشريعي هو شنو؟ هو سلطة تشريعية مستقلة، هو سلطة تشريعية. من التعريف بتعرف انه المجلس التشريعي سلطاته شنو؟ التشريع، سن القوانين. مجلس التشريع انه يسن القوانين لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته ال 300 عضو على ان يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التقرير عدا اعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام الباقي حتى سقوطه. والله يا ما هذه نقطة ضحكتني. عدا اعضاء المؤتمر الوطني، عدا اعضاء المؤتمر الوطني. البرهان ده كان شنو؟ كان كاثوليكي ولا كان شيوعي ولا كان حزب أمة ولا كان اتحاد ديمقراط؟ البرهان ده كان شنو؟ حركة إسلامية، كوز، مؤتمر وطني، حميتي. كان شنو؟ أجابه منه حميتي ده يا جماعة؟ حميتي ده أجابه منه؟ حميتي ده أجابه من القابة لما كان بيسرق الإبل؟ أجابه منه؟ جابه صلاح قوش، وكان تابع لجهاز الأمن والمخابرات، وكان عمر البشير بكرمه. لا يعقل يعني يا أخوة الحرية. ما عدا أعضاء المؤتمر الوطني أديتوني يا الله شر. والله يا ما شر البرية ما يضحك، شر يعني جد شر البرية ما يضحك. يا جماعة، إذا أنا برا السودان هل ما من حقي إنه أنا أتكلم في وثيقة حتحكم أهلي وأعمامي وخيلاني؟ يعني ما منطق أن أنا إذا قلت في الوثيقة دي كلام غلط حأدي دعوة لأي شخص إنه يجي ويقول لي كلامك غلط بالمناسبة. الناس تجي يعني إذا أنا غلطان قول لي أنا غلطان في الوثيقة دي. يعني أنتوا حتى حاجة غلط ما دارين الناس تتكلم فيها، لا الناس تتكلم فيها، بعدين أنت حر تطلع تفرح، تطلع ترقص، تطلع تهلل، أنت حر. لكن ما تحجر علينا إنه نحن نوصل رأينا لناس قد يكونوا ما عارفين الوثيقة الحاصل فيها شنو. أنت برا السودان يعني نفس الكلام بتاع الكيزان الزمان بالمناسبة، أنت برا السودان أنت ما حاسب الوضع، هل الوضع حيتحسن؟ هل الوضع يتحسن في إنك خشيت في شراكة مع المؤتمر الوطني؟ طيب يا اخي الناس اللي ماتت دي مكاننا حافظ عليها يعني. اذا نحن حنصل في نهايه المطاف الى شراكه بانه النظام نظام رئاسي، اي قرار بيمشي الى فوق هرمي تمشي للشخص اللي فوق لك، نحن عملنا شنو طيب؟
نهي المجلس التشريعي لا تغيير نسبة المرأة، ما عندنا مشكلة 40%، يتكون المجلس التشريعي من كده ما عارف تختار الحرية والتغيير. ده برضو هنا طريقة اختيار أعضاء المجلس التشريعي. يعني مجلس التشريعي أنا الحاجة اللي بعرفها، المجلس التشريعي ده المجلس اللي بيمثل الشعب، ده المجلس التشريعي ده صوت الشعب، ما صوت الأحزاب السياسية. بيكون عنده مقاعد للأحزاب، بتيجي بتقول إنه والله الأحزاب السياسية عندها عدد 10% من المقاعد. ده في كل دول العالم، ده ما في 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 كل دول العالم. ده دار الشهرة بالمناسبة. أنا لي خمسة سنة بتكلم، أنت قد تكوني شفتيني الليلة. شهرة في شنو؟ فيني الكلام والنبيح ده، دي حيث لا شهرة سبحان الله. يعني في كل دول العالم المجلس التشريعي الكراسي بتكون مقسمة بحيث إنه تدي الأحزاب السياسية، والله الأحزاب السياسية مقاعدة 10%، الشعب مثلا مقاعده 80%. بيحصل شنو؟ بيحصل انه اي دائرة، يعني منطقة ام درمان، منطقة بحري، منطقة الخرطوم، كل الولايات بتاعت السودان دي ابناء المنطقة بيرشحوا احنا والله بنرشح فلان الفلاني. بتكون في انتخابات عديلة بالمناسبة. يعني مثلا انا مثلا اقول من ام درمان انا دار ارشح في فلان بترشح، اسامينا بتصل بانتخاب، بيبقى انه الاغلبية بتاعت الناس الصوتوا ديمقراطية. يجي في المجلس التشريعي هنا ما ورونا انه المجلس التشريعي سيتم تشكيله كيف. اذا مثلا المجلس التشريعي هو الحرية والتغيير حتختار 300 شخص فلان وفلان وفلان وفلان، ده ما مجلس تشريعي، ده ما مجلس تشريعي، لان المواطن هنا ما اختار حاجة. انا انت محمد سميرة خالد ما اختاروا ممثلينهم. دي الحاجة انا هنا ما وروني انه طريقة اختياره كيف. والاكثر من كده، ده كله كلام ممن تختارهم قوى الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في المجلس العسكري. أمشي أقرأ الوثيقة دي كلها، بتلقى إنه أي صلاحيات، أي سلطات، أي أمر تكليفي، بتلقى إنه الأمر التكليفي ماشي إلى مجلس السيادة. ده نظام رئاسي، ده نظام رئاسي. آخر نقطة، اختصاصات المجلس التشريعي تكون للمجلس التشريعي الانتقال. الاختصاصات دي ما حد غير حتكون كده، تكون للمجلس التشريعي الانتقال الاختصاصات والسلطات التالية: سن القوانين والتشريعات، قوانين تشريعات بس، مراقبة أداء منه مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاختضاء. مهمة المجلس التشريعي فقط محاسبة ومراقبة أداء مجلس الوزراء فقط، ولا من مجلس التشريع ما من صلاحياته مراقبة مجلس السيادة ومحاسبة مجلس السيادة. مجلس السيادة سلطة مطلقة. عمر البشير زمان كان في زول بيقدر بيحاسبه منه؟ من السلطات زمان كان بيتحاسب عمر البشير. هل السلطة القضائية كان بيتحاسب عمر البشير؟ لا. هل البرلمان كان بيحاسب عمر البشير؟ لا. هل الوزراء كان بيحاسب عمر البشير؟ لا. هنا الليلة مجلس الوزراء يحاسب المجلس التشريعي، المجلس التشريعي يحاسب مجلس الوزراء، مجلس السيادة يحتمد المجلس التشريعي مجلس الوزراء. من الذي يحاسب مجلس الوزراء؟ ما هي الجهة الرقابية على مجلس السيادة؟ ده سؤال. من هي الجهة الرقابية على مجلس السيادة يا أخوة الحرية والتغيير؟ دي سلطة مطلقة، دي سلطة مطلقة. طيب هل المجلس العسكري قبي ولا قوى الحرية والتغيير الأقبية؟ قوى الحرية والتغيير كانوا عايزين الحاجة دي، عشان كده ماتوا ناس في 8 رمضان التفاوض، 29 رمضان، دي يسموها الهبوط الناعم بمسمى تاني، دي التسوية. تسوية، شيل، أمسك، هكذا.
ده انا حقي كم 5 خلاص انت 50 كرسي وانا 20 دي التسويه دي ما ثوره دي ما ثوره ودي ما ثوره حتادينا الى انه احنا بنبني بني دوله حقيقيه دي على حسب الكلام ده نحن ما حنقدر نحاسب منو اللي حيقدر يحاسب منو الذي سيقدر يحاسب دماء الشهداء منو اللي حيقدر يجيبها اذا انت المجلس التشريعي ما عنده صلاحيات على مجلس السياده اللي هو مفروض مجلس السياده يكون يتحاسب قدام منو يتحاسب قدام البرلمان يتحاسب قدام البرلمان منو اللي بيحاسب لك اعضاء مجلس السياده لا احد مجلس الوزراء صلاحيات مجلس الوزراء ما كده مجلس التشريعي مكتوب علينا بالكلام المكتوب ما علينا بالتمني ده الكلام اللي كان مكتوب شروط عضوية مجلس السيادة آخر نقطة آخر نقطة يا شباب معليش للإطالة أديكم القوات النظامية القوات المسلحة والدعم السريع هي مؤسسة وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته وخاضعة لغوات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفق القانون أعيد لكم بطريقة ثانية القوات المسلحة والدعم السريع الذي قتل المتظاهرين في 8 رمضان و 29 رمضان واختصم النساء في القيادة العامة وقتل الجثث وقام برميها في نهر النيل مكبلة بالحبال مكبلة بالحبال والذي قتل الأطفال في الأبيض باحتراف البرهان باحتراف الكباشي باحترافه إنهم هم الذي قاموا بفض الاحتصام هي مؤسسة وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية ده سرد على النقاط اللي أنا قدرت أحصرها في الوثيقة دي الوثيقة دي إعادة إنتاج للنظام بعد الكلام اللي أنت سمعته ده ده تفرح من حقك أنا ما أحجل عليك إنك تطلع ما حاجة إنك تفرح إذا كان طموحاتك قليلة من حقك إنك تفرح إذا أنت شايف إنه ده حتوديك إلى دولة مدنية خد كلامنا ده في بالك خد كلامنا ده في بالك دي ما حتؤسس إلى دولة مدنية ولا حتقدر إنك أنت تحاسب لأنك أنت كل السلطات سلمتها للفوق لك ودي ما دولة برلمانية دي ما دولة برلمانية دولة برلمانية لما تجي كل السلطات وكل الصلاحيات ماشية لفوق بشكل هرمي بتفهم إنه الفوق ده هو الماسك كل السلطة ومن 10 أبريل لحد اليوم ده الأربع شهور اللي كان التفاوض على المجلس بتاع السيادة مجلس على السيادة من الذي وقع الاتفاق؟ الليلة الجبهة الثورية أركو مني مناوي عرمان يدعو كمان أبناء الشعب السوداني إلى الخروج إلى الطرقات وإنه ده شنو؟ دي وثيقة لم تتضمن السلام داخله قضية مهمة زي السلام ما تم وفعلا في الوثيقة دي ما في أي قضية بتاعت السلام كلام إنشائي إنه والله سنقوم بتحقيق السلام وريني تحقيق السلام كيف؟ بيئته آلية بيئته كيفية تحرك مسلح عبد العزيز الحلو قال لنا اخوت يدي في شك مع القتله ديل الناس اللي كانوا بيقاتلوا في دارفور عارفين الناس ديل لاقوهم مره ومرتين وثلاثه عبد الواحد قال اذا انا داير تسويه كان خطيت يدي زماني مع عمر البشير زماني عمر البشير ده ما جانا كم مره ومره كان مشيت مع عمر البشير وبعنا القضيه ده اتفاق انا بشبهه بنفس باقرب الى اتفاق نيفاشه اقرب الى اتفاق نيفاشه البلد حتهدى يوم يومين ثلاثه لكن القمح سيستمر ما حتقدر انك تسمح لمشكلتنا القوات المسلحه والجيش نحن ما حنقدر نصلحهم ليه لانه بنص الوثيقه الاعضاء العسكريين هم اللي بيقوموا بالتعديلات في القوات المسلحه يعني انت كرئيس وزراء انت كمجلس تشريعي ما عندك صلاحيه تتكلم في القوات المسلحه الهيكلة والكلام ده لا يعقل
لا يعقل. دي تسوية سياسية، دي ما اسمها مصورة. التسوية دي كان ممكن انه نحن نصل للتسوية دي من يوم 22 فبراير لما الحوالي بشير كان قاعد، كان احسن ذاته، زول عرفناه وزول عارفينه عارفين مساويه، نخش معاه في تسوية، وكان ممكن نحافظ على الدماء السفكة دي كلها. بالمناسبة دماء الناس في القيادة العامة 8 رمضان 29 رمضان، كان ممكن نحافظ دي على دماء الناس دي بالمناسبة بتسوية، ما هي شراكة خلاص. لكن الناس ماتت وقدمت دماءها، قدمت دماءها، في ناس ماتت قدمت دماءها عشان حلم، عشان دولة مدنية، وكانوا عارفين ده الدولة المدنية معناتها شنو. في نساء تم اغتصابهم في القيادة العامة، ما تقول والله الدم، الدم كده ما حيجيف، الدم كده ما حيجيف، ولا عمر الدم حيجيف بالطريقة دي. الدم حيجيف لما انت تحل المشكلة من جذورها. انت كده بالاتفاق ده احترفت بمليشيا، بعد ده حميت ده بالمناسبة، ممكن بعد ده يتسلح اسلحة ثقيلة، طائرات، بعد ده على اصوله، بعد ده بعدين حميت ده لما يقتل ناس ما حيكون هو عضو المجلس الانقلابي، لا لسه ما عرف حميت حاجة فيها حتة، لكن حميت حيكون عنده سيادة على الدولة، عنده سيادة، رمز السيادة. قتلك حصل شنو والله مظاهرات، ده الكلام اللي قدرت اوصق عليك. ممكن تعرف نفسك للناس؟ اظن انك كوز او ولد كوز. اذا انت شايفة انه انا كوز خير، معناته انا كوز. اذا في كوز بيقول كلام زي ده خلاص كويس يا جماعة. اذا في زول، اذا في كوز بيقول كلام زي ده خلاص احتبروني كوز يعني، بس لا اكتر ولا اقل يا دياد قحت، يا دياد قحت، يا دياد الهبوط الناعم. كمال انت عايز تخرب البلد، البلد اصلا خربانة، وهل كده نحن حنصلح البلد؟ ده نفس الناس اللي كانوا زمان لما عمر البشير طلع والناس طلعوا الشوارع، لا ما تخربوا البلد، حنكون سوريا واليمن. انا بتكلم لكم على اتفاق بتاع وثيقة، ناخشوني على بنود الوثيقة اطلعوها، ما تناقشني ثاني في اي حاجة، دي وثيقة طلعوها وانا من حبيت اوصل معلومة لا اكثر ولا اقل. حبيت كان ممكن اطلع لك هنا واشغل لك اماني سقطت ما سقطت صافينا واحتفل لك واقول لك مدنية وحققنا المدنية، بكون بخش عليك وانا ما كذب، انا ما كذب، ولا مستفيدين من الكلام والنبح اللي بنقول، لا مستفيد منه اي حاجة، لا حتلقونا في دولة مدنية، ولا حتلقونا في وزارة، ولا حتلقونا في حزب سياسي ذاته، ولا حتشوفونا في يوم من الايام الحزب الفلاني رئيس الحزب الفلاني. نحن ما بتاعي الاحزاب، نحن علينا نوصل معلومة. ثورة دي ماتوا فيها نساء، وتم اغتصاب نساء فيها، وتم قتل اطفال فيها، وتم ترميل امهات فيها. الثورة دي ماتوا فيها ناس هم خيرة ابناء البلد. الثورة دي تم اغتصاب نساء فيهم هم اشرف من الشرف. الثورة دي قامت بناء على مطالب، على مطالب ناس ماتت، الدم ده سال. شهيد عبد العظيم كان شايف الزور الشاي الرصاص كان ماشي ليه، ماشي ليه، ماشي عشان يموت. والله ولو كان عارفين الشهداء ده، والله ربنا يرحمهم ويتقبلهم برحمته، لو كانوا عارفين انه ده الاتفاق والله ما كانوا طلعوا الشارع وقدموا دماءهم، والله ما كانوا قدموه. لو عارفين انه ده الاتفاق حيؤدي الى شراكه مع الصف الثاني للمؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه، والله ما كانوا قدموا الحاجه دي. هل الاتفاق ده حيؤدي الى تحقيق سلام؟ لن يؤدي الى تحقيق سلام، لن يؤدي الى تحقيق سلام. والله يا جماعه ده افتح الدعوات، الدعوات ما مفتوحة. بعدين الناس اللي بتقول الدم 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 يا جماعة، يا جماعة والله أنا أستغرب جدا بالمناسبة، أستغرب جدا من الألفاظ البذيئة اللي بتقول الناس. يعني الناس تحترم بعض، حتى لو أنا كوز، حتى لو أنا عمر بشير جيتك هنا ناقشني بالحجة وجادلهم بالتي هي أحسن، تمام؟ دي الوثيقة قدامكم، دايرين تحتفلوا، الناس تحتفل، لكن أنا قدمت الحاجة اللي بعمل عليها، وده لن يؤدي إلى تحقيق سلام، لن يؤدي إلى تحقيق سلام، لن يؤدي إلى تحقيق سلام.
ولا الأوضاع إنه حتتحسن على شكل الحالي دي. لأنه نفس الناس اللي كانوا هم سبب في أزمات السودان هم الناس الليلة مفروض يقودوا البلد عشان يحلوا المشكلة. عمر البشير هو كان المشكلة، ما كان عمر البشير المشكلة براوة. عمر البشير ما كان فيه حماية، ما كان حميتي بيقتلوا جوش ديل. هم نفس الناس الليلة المفروض يقودوا البلد إلى العالمية وإلى الازدهار لا يعقل. يا متوكل والله أنا ما عارف أفتح الدعوات مني، ما عارف الليلة الدعوات مالها. يا جماعة والله كان حابي أفتح للناس دعوات، لكن يا جماعة حابي أفتح للناس دعوات، لكن والله ما عارف ما عارف ما ظاهر لي ال 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 البتاع بتاع ال ما ظاهر لي الآيكون بتاع ال بتاع إنه أنا أجيب زول. بحتزل لكم والله. تمام والله إذا أفتح ما قادر والله يا جماعة ما 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 فيا شباب فيا شباب دي الوثيقة قدامكم. لا تؤسس إلى نظام برلماني، تؤسس إلى نظام إلى نظام هرمي رئاسي. كل السلطات المجلس مجلس الوزراء لازم يمشي فوق عشان قراراته شنو تجاز. لازم يمشي فوق عشان قراراته تجاز، ولازم تعيينه يمشي فوق عشان ياخذ الأبروف. مجلس تشريعي لازم قرارات المجلس التشريعي تمشي فوق عشان هي تجاز، ضمان نظام برلماني. تمام صلاحيات مجلس الوزراء واختصاصات مجلس الوزراء تحكم بالمجلس التشريعي. دي خطوه جميله وخطوه صحيحه، ما عندي فيها اي اعتراض. فعلا مجلس الوزراء مفروض تكون عليه رقابه. الرقابه من شنو؟ رقابه من المجلس. دي حاجه صحيحه. ما ورونا مجلس السيادة من الذي لديه رقابة على مجلس السيادة؟ هل مجلس السيادة ده حيفكو ساي؟ لا يعقل. أي زلمة لازم تكون عنده رقابة. أنت شغال دكتور، عندك رئيس قسم، رئيس قسمك عنده المدير بتاعه، مديرك عنده الفوق له هو المدير بتاع شنو؟ بتاع المستشفى. مدير المستشفى عليه رقابة من الوزارة، الوزارة عليها كده. دي الدنيا كده. تمام؟ انت ولدك في المدرسه الاستاذ ولدك عليه رقابه من الاستاذ، الاستاذ اللي بيراقب عمل الاستاذ منه مدير المدرسه، مدير المدرسه بياخذ صلاحياته من الوزاره. لا يعقل لا يعقل انه يكون في مجلس كده ما عنده اي كده، بس ما في زول بيحاسبه ولا في زول بيجيب قدام اعضاء مجلس السياده بيجيبوا قدام منه عشان يتحاسبوا منه. يعني البرهان وحميدتي ما حيخلطوا في حياتهم، حيخلطوا منو اللي بيحاسبون؟ منو ان احنا الجهه او السلطه ان احنا نمشي لها نقول لها يا اخي والله فلان ده عمل وعمل 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 عشان تجيب وتعمل معاه تحقيق؟ ما في. فدي سلطه مطلقه. فيا جماعه حابك والله كنت ادفع افتح دعوات لكن والله ما قادر. في امان الله يا شباب، واسف للاطاله، وآسف إذا في زول كان فرحان وأنا أحبطه بالكلام ده. دي الحقيقة، دي الحقيقة. لا نحن ننتمي إلى حزب سياسي ولا عندنا مصلحة عشان نجي نطلع أقول لك والله مدنية 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 ونغشك، لأنه بعدين حكون عندنا منصب. ولا نحن حتشوفونا في حزب سياسي، ما عندنا مصلحة إلا نوصل لك الاتفاق ده. سكتنا لحد ما الوثيقة دي طلعت شفناها، كان ممكن نحن نطلع من يوم السبت او من الجمعه نقول والله الاتفاق ده باطل، ونحن كنا عارفين اصلا من 10 ابريل بنقول انه الاتفاق ده من 10 ابريل والله اذا الناس بتحضر، من 10 ابريل بنقول انه والله الاتفاق في نهايته يا حيكون اتفاق مجحف يا حيكون مصالحه مع المجلس العسكري. فعلا طلع الاتفاق مجحف، ده اتفاق لا يؤدي الى دوله مدنيه. وفي امانه الله يا شباب معلش للاطاله، في أمانة الله نتلاقي في مرة تانية إن شاء الله. المرة الجاية حخش لفتح الدعوات، ما عارف الليلة هيثم ما جا. في أمانة الله يا شباب.